بكم لأننا الآن بشدد افتتاح الجلسة الخاصة بالمراقبة، ونحن نحاول أن ننظم أنفسنا. القاعة معدة للجلسة الختامية بعد ظهر اليوم، مما يجعلنا نشعر بأننا بعيدون، ومن ثم فإننا سننتقل من المنصة للمناقشة، وسيجلس هناك المتحدثين ويتفاعلوا مع الحضور حتى يصبح المناخ مهيأ للتفاعل وليتسم بالإيجابية. لدينا حوالي 90 دقيقة لهذه الجلسة، وفكرنا فأننا نحتاج لمزيد من الوقت. لدينا 3 ساعات، ولسنا بحاجة لاستغلال هذه الساعات الثلاثة، ولكن يمكن أن نختتم قبل هذه 3 سنوات، ومن ثم فأرجو منكم أن تبقوا المقاعد في الصف الأول خالية. وقبل أن أعطي الكلمة لرئيس الجلسة لكي يقدم الاجتماع، سأدلي ببعض الملاحظات المبدئية، وأطلب أيضا من الأمانة أن تكتب السياسات الخاصة بالسياسة. أنا هناك عملية عندما تم عند تجديد ولاية الاي جي اف في أن ينظر في تحسينات الاي جي اف، وتم إنشاء فريق عمل والذي توصل إلى توصيات، من بينها أن كل جلسة ينبغي أن تتناول بعض أسئلة السياسة التي يمكن أن تساعد على تشكيل المناقشة، وأيضا التواصل مع المجتمع. وقمنا بهذا وطلبنا من الجميع أن يدلي بدلوه، وهذه الأسئلة الخاصة بالسياسة متاحة على موقع الإنترنت، وستكون متاحة على الشاشة، ومن ثم لفهم أفضل سأقرأ حتى يضعها محاور هذه الجلسة في الأذهان. بالنسبة لمراقبة الإنترنت، الحاجة لمنع المراقبة على أساس واحد التي ينفذوها في المستهدفين. السؤال الثاني، إيجاد التوازن بين أمن الفضاء الإلكتروني ثم الخصوصية. والسؤال الثالث هو سؤال المبادئ والحيادية الخالصة، ثم بعد ذلك التنظيم والتنظيم الذاتي، ثم بعد ذلك الممارسات الذاتية. السؤال الخامس، قنوات أفضل من التواصل بين أصحاب المصلحة المعنيين، وخاصة في مجالات مثل الأمن الفضائي. سادسا، الاتفاق الحد الأدنى من المبادئ الأساسية لحوكمة الإنترنت والتعاون مع أصحاب المصلحة المتعددين، ثم أولويات للآي جي اف لمجتمع الإنترنت وأصحاب المصلحة المتعددين والحوكمة فيما بعد 2015. السيد الرئيس، أنقل إليه الكلمة. السيد سانتوسا. شكرا ماركوس، أسعدتم صباحا جميعا، أمل أن تكونوا قد استمتعتم بالعشاء في الليلة الماضية، ويمكن أيضا أن نظرتم إلى الرقص الحديث والأصلي في بالي. منذ 10 سنوات كنت الأمين الدائم لوزارة السياحة والثقافة، وعندئذ قمنا بعمل وإجراء مسح. نتائج هذا المسح أدهشتني، أنه بينما كان السؤال الموجه للسائحين معظمهم، السؤال كان ما هي قوة السياحة الأندونيسية؟ قالوا الناس. ثم السؤال الثاني،
أي جزء من الشعب الذي يجعل الأمر جذابا؟ قالوا الابتسامة. في ذلك الوقت أدركت أن إندونيسيا هي بلاد بأكبر معدل ابتسامة لنسيب الفرد في العالم. يمكن أن تكونوا اكتشفتوا هذا في الستة أيام الماضية. والشعب الأندونيسي المبتسم. لن أخذ المزيد من الوقت. والقضية أيضا جذابة كما ذكر ماركوس، وهي تتعلق بالقضايا الناشئة. والآن أعطي الكلمة لمحاورنا. المحاورة، أرجو أن تقدموا نفسك باللغة الروسية. شكرا ماركوس، شكرا سيادة الرئيس، أسعدتم صباحا جميعا. اسمي أريسال إيني، وأنا المسؤولة عن أفرينيك لتشغيل الإنترنت لمنطقة أفريقيا. سأجعل من جوفان يقدم نفسه فيما بعد عندما يأخذ الكلمة. يسعدنا أن نكون معكم اليوم لكي نتحاور حول القضايا الناشئة. كأعضاء منصة سيكون لدينا سكاتن باكس، وهو في مكتب الديمقراطية والحقوق و مكتب الديمقراطية في وزارة الخارجية الأمريكية. ثم بعد ذلك راس لوانيز، وهو رئيس السياسة الدولية لحرية التعبير. ثم ياري أركل، وهو خبير في هيكل الإنترنت مع إريكسون قوة البحث، وهو أيضا رئيس الـ IETF. ثم يوهان هولنبرغ من الحكومة السويدية، وأخيرا وليس أخيرا زوارا فيرون، من وهي باحثة في حقوق الإنسان وفي فندساو. سيكون هناك معاقبين، وعندما ننتهي من العروض سننتقل إلى القاعة حتى يستطيع للجميع أن يجلس، أن يكون هناك مناخ أكثر ملائمة وراحة بدلا من جلوسنا ونتحدث لكم من المنصة المرتفعة. برتون دو لاشابيل، وهو مدير اختصاص وولاية الإنترنت في فرنسا، وميرزي مارجيونو من المجتمع المدني بإندونيسيا، ونيك أستن هارت من CCIANT من سويسرا، والسفير برنسيكا من البرازيل. شكرا جزيلا على الانضمام إلينا، وأن أنقل الكلمة لجوفانا. يون اسمي، وأنا مدير دبلا مؤسسة ديبلو، وهي مؤسسة سويدية تعمل على الدبلوماسية الفعالة والمشتملة والحوكمة العالمية. أولا أود أن أتقدم بالشكر لإنتبيرا لعرضه واقتراحي بأن نتحدث عن هذا الموضوع، وهو موضوع قائم على أجندات وجداول أعمال الكثير من القنوات الدبلوماسية، وهو أيضا دليل على صلة الIGF بالتحدث عن هذه القضايا كأولوية قصوى للمجتمع الدولي. ماركوس ألمح إلى الأسئلة التي وصلت إلينا، وتشكل هيكل مناقشتنا. سنتحدث عن هذه الأسئلة في خمس شلال رئيسية.
في 20 دقيقة لكل سلة. السلة الأولى ستحدث عن البنية التحتية والوظيفة الأساسية للإنترنت، ولدينا خبراء في كل سلة سواء كانوا في القاعة أم من ضمن المتحدثين. السلة الثانية ستتناول قضايا حقوق الإنسان، حماية الخصوصية وغير ذلك من حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتصل بالمراقبة. والسلة الثالثة تركز على الأمان عندما يتم تبرير المراقبة وتحت أي شروط أو أحوال. السلة الرابعة تتعامل مع حماية البيانات والنموذج الاقتصادي. السلة الأخيرة هي ستكون عبارة عن موجز للأسئلة، وهي ستكون بمثابة الإطار العام لمنتدى حكومة الإنترنت، ألا وهي الأخلاقيات والثقة في الإنترنت وأثار مراقبة الإنترنت على الثقة. ثم تأتي بعد ذلك القضايا التي يمكن أن تنشأ في مناقشتنا، هي القضايا المتعلقة بإجراءات الإنفاذ والقانون الدولي، ومن ثم سيكون هناك البنية التحتية العامة. ونحن نعتزم أن تستغرق كل سلة حوالي 20 دقيقة بعد أن نستمع إلى المتحدثين بإدلاء الملاحظات الاستهلالية حول القضايا الخمسة الرئيسة. والسؤال الأول سكوت، يسعدني أن أكون هنا، جميعنا هنا من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا دراما تدور في بلادي بغلق الحكومة مما ألقى بظلاله حول تمكننا من المجيء هنا حتى وباستمرار الإغلاق. هذا الأسبوع لدينا موافقة من البيت الأبيض وغير ذلك من مسؤولي الإدارة بحضور الاي جي اف نظرا لإدراكنا لأهمية هذا المنتدى بالنسبة لنا وأنا بالنسبة للسياسات الخاصة بالإنترنت. تأتي الولايات المتحدة الأمريكية الاي جي اف كل عام لكي تعبر عن التزامنا بالإنترنت المأمون، ونحن ندرك أهمية قضية المراقبة للمجتمع الدولي، وأنا أمتن لهذا المنتدى لكي أتواصل معكم اليوم. كما قال الرئيس أوباما إن الولايات المتحدة الأمريكية ترحب بمناقشة حول الخصوصية والأمن، ونحن نجري مناقشة مكثفة في الولايات المتحدة الآن كما تعلمون أيضا في المجتمع المدني. نعرف أن الكثيرين منكم لديكم أسئلة وشواغل التي تنشأ من التقارير الأخيرة حول ما المسمع من ممارسات الاستخبارية، ونحن سنتحدث عنها اليوم. عندما نأتي إلى هذه الممارسات أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل معلومات الاستخبارية مثلها من أي حكومة أخرى. كل الحكومات تسعى لحماية بلدها من أي ضرر أو تهديدات، وكلها تجمع هذه الاستخبارات، ومن ثم فنحن لا نزال ملتزمون بحماية الشعب الأمريكي وأيضا أصدقائنا في المجتمع المدني. وهؤلاء الأصدقاء لا تعني فقط الحكومات ولكن أيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو يستند على قوة الاستخبارات لتحديد التهديدات وأيضا حتى تتخذ السياسات الخارجية استنادا لقناعاتنا بحقوق الإنسان. ونحن نقر بأن هذه الاستخبارات يجب أن تكون وتسير على المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وأيضا شواغل الخصوصية للجميع في جميع أنحاء العالم. بالنسبة للعملية الديمقراطية والمناقشة المفتوحة، فإن الرئيس أوباما قد أطلق جهدا لاستعراض وإصلاح ممارساتنا الاستخبارية، وذلك للتأكد من أنها تلائم التزاماتنا ومبادئنا. ومن ثم فهو وجه وأمر مدير الاستخبارات الوطنية للقيام بإعلام العامة ونيومس
فيشا حتى بأن المحكمة قد أطلقت بعض الوثائق وعين الرئيس مجموعة خارجية من الخبراء الخارجيين لإجداء السطح في ضوء تحسينات التكنولوجيا. يمكن للولايات المتحدة أن تنشر قدراتها التقنية وذلك لحماية الأمن الوطني والتقدم بأيضا السياسة الخارجية مع الأخذ في الاعتبار مثل التزاماتنا بالخصوصية والحريات المدنية. هذه المجموعة بصدد تقديم نتائج عملها في نهاية وتوصياتها في نهاية هذا العام ونحن نطلع إلى ذلك. واتساقا مع الممارسات العادية التي لا ترتكب أي مما يدعى من أنشطة استخبارية أود أن أتحدث عن التزامنا بحقوق الإنسان ولانفتاح الإنترنت. أولا إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمنع تستخدم جمع المعلومات الاستخبارية لأي سبب لقمع أي مواطنين في أي بلد بما في ذلك السياسية والدينية أو غير ذلك من المعتقدات. ومن ثم فنحن لا نستخدم هذه القدرات الاستخبارية ضد أي شخص يستخدم أفكاره عبر الإنترنت. إن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ سياسة الخصوصية على محمل الجد سواء للأمريكيين وغير ذلك من الأفراد في جميع أنحاء العالم. وهذا الالتزام بالخصوصية إنما أعيد تأكيده بالاستراتيجية العالمية الرئيس بأن الأفراد ينبغي يتم حمايتهم من تدخل الحكومة أو أي حالة تعسفية باستخدام الإنترنت. إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست مهتمة بالتجسس على الأفراد ولكن الاستخبارات تستند أساسا إلى إيجاد المعلومات التي تحمي بلدان شعبنا وتحمي أيضا حلفائنا في المقام الأول. ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة ومستمسكة بالدفاع عن حقوق الإنسان والتقدم بحقوق الإنسان في الدبلوماسية وهذا يشتمل على الحفاظ على التوافق فيما يتصل بالقرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان في 2008 ونفس الحقوق تنطبق على الأشخاص عبر الإنترنت. مجموعة من 21 دولة تعمل مع المجتمع المدني والقطاع الخاص بنهج متعدد الأطراف أصحاب المصلحة لممارسة حقوق الإنسان والحقوق الأساسية. كما قال العديدون إن هذا الائتلاف يعد منبرا جيد لمواصلة المناقشة لإيجاد توازن بين الأمان وحقوق الإنسان وإيجاد الطريق الملائم لهذه القضايا. إستونيا ستستضيف المؤتمر الذي سينعقد من جانب الائتلاف في 28 من أبريل. ومنذ عام 2008 ألزمت الولايات المتحدة الأمريكية 100 مليون دولار لحرية برامج حرية الإنترنت في جميع أنحاء العالم ونحن نعتزم مواصلة هذا الأمر. والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مستمسكة بالدفاع عن النموذج أصحاب المصلحة المتعددين ولدعم التجارة العالمية وتعزز من الأمن العالمي ودعم حرية التعبير والتحديث. ونحن نؤمن بشدة بأن المقترحات لرقابة مركزية على الإنترنت من خلال النهج الحكومات الدولية من أسفل إلى أعلى الذي يقلل من سرعة الإبداع. ونحن أيضا نعتقد بأن النظام متعدد أصحاب الأطراف المتعددين ينبغي تغذيته وتقويته وخاصة من خلال توسيع مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في جميع أنحاء العالم. ونحن نحاول دائما أن نمكن من هذه المشاركة ونحن ندرك بأن بعض الحكومات تسعى للفت الانتباه من
والحاجة إلى الإصلاحات الديمقراطية في البلاد، وهذه الإجراءات تشمل القبض على المعارضين لما يقولونه أو إخفاء تخويفهم للسكوت أو سرقة الملكية الفكرية لصالح الاقتصاد. ومن ثم لابد أن نركز على أهمية إذن أن لا تجعل الحكومات في إذن التزام لحقوق الإنسان والعدالة وعدم استغلال هذا الحوار لمصلحة الله، ويجب أنهم أن نسمح لهم بالتجاوز على الإجراءات وبين دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بأنشطة استخباراتية لتسمح بسياسات مسؤولة وإجراءات مسؤولة من دولة. نحن لابد أن نتحدث أن موضوع التنصت والمراقبة أمر بالغ أهمية وعالمية، ولابد أن نأخذ اعتبار الجميع حتى نستطيع أن نأخذ اعتبار جميع التوصيات منكم وضمان أن يتم إدراجها في حواراتنا الحكومية. وشكرا. أنا ثقة سكوت أن كما قلت العملية بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع نحن نسمع هنا هذا في طاقات مختلفة. المتحدث إز روس لوجنس من جوجل، وسنسمع قليلا عن منظور الأعمال. شكرا لهم من دواعي السرور يتواجد اليوم. روبرت لوجنس، روس لوجنس من جوجل، وأنه من دواعي السرور أن تواجد بينكم اليوم. أن هناك من الواضح مناقشات كبرى وحوار حول هذه القضية، وهذا بالطبع أمرا جيدا للغاية ولازم، ولكن حتى يتوفر لنا مناقشة لهذا الأمر بناء على الواقع وبناء على الحقائق، لابد أن أبدأ ببعض التوضيحات والإيضاحات حتى نستطيع أن نعمل على قاعدة واحدة. أولا، أن جوجل لا توفر إذن لأي حكومة ولوج مباشر على بنيتنا التحتية ومعلوماتنا، ولم نسمح بهذا تستخدم أي اسم المحاولة أن توصف هذا الاتهام، باب خلفي باب جانبي أي نوع من الاتهامات، ولكن في الواقع نحن لا نقوم بهذا. نحن في نفس الوقت لا نقبل أي مثلا طلبات الحكومية المفتوحة لاستخدام البيانات. نحن نخضع للقانون بالطبع، ومن ثم عندما نتلقى مثلا خبر حكومي للمعلومات نأخذ إذن كل ما عندنا مجموعة من الحكومات ومهمتهم فقط القيام بفحص الطلبات، ونطلب أن الطلب إذن قانوني يتبع الإجراءات اللازمة وذي إطار محدود لأكبر دركة. وأوقات كثيرة نحن بالطبع نرى هذا إذا نظرنا إلى التقرير وإلى الطلبات، وإذا كيف نستطيع أن نقوم هذا، ونستطيع أن نقوم هذا بالخدمات المتوفرة عبر منظمتنا. وفيما يخص الشفافية، نعتقد أنه عنصر أساسي في الحوار. لسنا بالجدد في هذا المجال، لقد نشرنا أول تقرير شفافية وكنا أول شركة في العالم قامت بهذا منذ 3 أعوام، لأننا ندرك وأدركنا قبل هذه أن هذا أمر بالغ الحساسية من مسؤوليتنا تجاه المستخدمين. كل 6 أشهر نقوم بإخراج تقرير لشفافية أفضل، والآن صرنا نرى الشركات المختلفة تفعل هذا، ونستمر في العمل بالعمل مع الشركات المختلفة، ونرى مثلا أستونيا وأخرجنا واحدة أخر في أستونيا، وسيستمر العمل. إذن الشفافية ليست بكلمة، ولكن لا يستطيع أن يكون هناك حوار ذي دلالة حول هذا الموضوع بدون حقائق. لذا من هذا نحن نقوم بمقاضاة الحكومة الأمريكية الآن ليظهروا أكثر معلومات عن عدد طلبات
أمن العام والتي يقدمون للشركات مختلفة، وفي نفس الوقت نحن نقوم بدعم تقنين رئيس في الكونغرس يسنده الدكتور فرانكن وكذلك السيد بيل، وقانون آخر يقدمه الأخ لوفغرين. نحن نعمل بحيث سيكون أسهل أي شركة أن تقوم بالاستجابة أي طلب لطلب المعلومات من الحكومة، ولكن لا نفعل هذا، ولا نفعل هذا لأننا شركة بناي. نحن نتفهم أن إذا ضعنا الشركة في المقدمة كل شيء سيتبع هذا. نحن نفعل هذا لأننا نأخذ مسؤولية تجاه المستخدمين بجدية، وهذا موضوع إذا مبدأ وأعمال جيدة. فإذا لم يثق فينا المستخدمين لن يستخدموا منتجاتنا، وبالتالي سيذهبون إلى شخص آخر أو لشركة أخرى. وهذا الحوار جيد ولازم، ولكن في نفس الوقت أود أن أشير إلى نقطة أشارها السيد سكوت والسيد ماك هاريس حول مؤشر عملية حظر. أنا أطالب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أن تتبع على المعايير، فنحن يجب علينا أن نقوم بهذا، ولكن لا نستطيع أن نقوم بهذا على حساب عدم التركيز على دول أخرى حيث أجهزة الرقابة والتخبر أسوأ أو أكثر، حيث يتم ضرب الصحفيين والبلوجرز يسجنوا والناشطون يقتلون. مثلا حدثنا أذربيجان عندما كنا هناك وكيف الأمور تطورت إلى الأسوأ في العام الماضي هناك، ومن ثم في المناقشات عندما نتحدث عن مثلا النفاق في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ونحن لابد أن نأخذ هذا بدون أن نقوم بإعاقة قدرة هذه الحكومات على الاستمرار في عملهم الممتاز الذي قاموا به لفترة طويلة في دعم الإنترنت وحرية الصحافة عليه ودعم حقوق الإنسان في العالم، لا نهاجمهم إلى الدرجة التي نقوم بإنقاص دعمهم الهام لنموذج القطاعات المتعددة في حوكمة الإنترنت. شكرا روس. ياري أركوف من فنلندا من ITF ويرأس حاليا ITI ETF. شكرا وشكرا لأعتقي الكلمة، وهذه أول منتدى لأحضر من ITF، وأشكركم جميعا، استمتعت هذه المناقشات حول هذا الموضوع وغيره. بالنسبة لهذا الموضوع ونحن بالطبع أن تطلع البروتوكولات والتقارير حول المتابعة على مستوى كبرى، فنحن عندنا بالطبع العلاقة بأنظمة التخبر المعروف في العالم، ولكن الكثير يهول ما يحدث، ولكن إذا كان هذا إذا خاضع للمتابعة فهذا بالطبع اعتبار كبير، ونحن نأخذ في الاعتبار في ITF كالأشخاص مسؤولين عن جوانب الفنية للإنترنت. ولكن أردت أن أضع هذه الأحداث في محلها الصحيح، فربما أخذنا اعتبرنا هذا الكلام رسالة لا يصيبكم الذعر، هذه أوقات عصيبة، ونستطيع أن نتحدث عن مشكلة والملاحظة الأولى ها أن الرقابة مشكلة أكبر في العالم، وربما تؤدي هذا في ما يحدث في الصحف. فإذا عشت مثلا في منزل زجاجي فلا تلقي بالطبع على، ونرى مثلا ماذا أحدث اليوم هذه الأيام على الناس، وكذلك الرقابة ليس بالأمر الجديد. فنحن حتى في ITF طولنا التعامل مع ذلك تاريخيا في 1994، نحن قربنا إذا مشكلة أن التشفير كان أساسي لحماية الاتصالات، ولكن في هذا الوقت كان يعتبر التشفير أداة خطيرة، والآن في 2002 كان بروتوكول ITF كان لابد أن يعمل المعايير وبروتوكولات لحماية الأمن، والآن نتحدث عن أنظمة حماية أضعف، ونحن إذا نحتاج أن تتطور التقنيات لتمشي مع احتياجات اليوم، ونحن في حاجة لدعم مثلا
لوغاريتم التشفير ليست بالضعيفة وحماية الناس في نفس الوقت. نحن في حاجة إذن نحن في حاجة إلى تحديث عن عملية النظام نستطيع أن نتطلع عليه، ولكن التكنولوجيا ليست في حد ذاتها الحل. حتى لو كان عندنا أنظمة رائعة للأمن فلابد أن تثقوا في ثقتكم. فإذا مثلا النظير يقوم بتسريب المحادثات فهذا ليس من المفيد، فلنتحدث قليلا عن بعض المجالات الأخرى، الأشياء التي قد تكون مفيدة. أولا نتحدث عن عمليات الشبكات والبناء، فهناك بعض المقترحات لوجود النقط إذا تبدل أكثر الإنترنت والمزيد من الاتصالات. هذا أمر رائع لأشياء عدة، سيسمح أن يكون الحديث أكثر محليا ويزيد السرعة، ويسمح كذلك بالأعمال المحلية النمو، والإنترنت طبعا سيكون باتصال ذي كثافة أعلى، وكذلك إذا المجتمعات إذا الموارد مفتوحة. هذا أساسي لضمان اعتمادية أدواتنا. وفي بعض المجالات قد يجب علينا نأخذ هذا في الاعتبار حتى نستطيع أن نفعل أكثر مما نقوم به. وهناك إذن أسباب مختلفة لنقاط الضعف، والاهتمام بالطبع سيساعد على إيجاد المناقشات القانونية وربما الشفافية التي تحدث عنها تكون شيء مفيد. ونهاية أود أن أقول إننا كذلك أتمنى أن نستطيع أن نحافظ على مثالية الإنترنت واضحة في أذهاننا ولا نتأثر منها، فما زلنا في حاجة إلى إنترنت عام حيث نستطيع كلنا نعمل سويا عبر الحدود، ولكن لا بد أن نهدر هذا، ولا بد أن يكون هناك إنترنت مفتوح للالتزام بدون حاجة إلى إذن أي أحد من أجل هذه الابتكارات، ولا بد كذلك أن نتفهم كيف نتوسع في هذا. وشكرا ياري لهذا لهذه المقدمة الموجزة. لابد أن نعطي بالطبع وقت أكثر مناقشة فيما بعد. والآن المتحدث التالي هو يوهان هالينبرغ من الحكومة السويدية. شكرا جزيلا. ما اسمي يوهان، وأنا أعمل مع إدارة القانون الدولي وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية في ستوكهولم، وشكرا لدعوتنا ولحديثنا في هذا المنتدى. فنحن نعمل مع الأجيف لعام عدة ونستمر في هذا، ونحن نستمر في دعم هذه المؤسسة الهامة والالتزام، لأننا نحن نعتقد أن تكامل حقوق الإنسان في المناقشات على الإنترنت ومستقبل الإنترنت أمر أساسي. فهذا جزء من أسباب الالتزام كثير في الأجيف. الهدف النهائي هو أن نتأكد أن وعد تأمين حقوق الإنسان أونلاين وأوفلاين هي حقيقة يمكن تحقيقها. ولم نستطيع أن ننسى أن في العام الماضي كان هناك إجماع من الآراء في اليون في القرار 28 أن حقوق الإنسان ترتبط على إطار الأونلاين والأوفلاين، وهذا شيء كذلك كل المجتمع اتفق عليه. والقرار وافق عليه السويد والبرازيل وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية ونيجيريا، ويحصل على دعم من 87 وفقا، وتم الإجماع عليه، وهذا نجاح كبير ولابد أن نجعل هذا إحدى الحقائق. وللحكومات مسؤولية احترام حقوق الإنسان، وهذا أمر أساسي من التزامنا، وألقى هذا أساسا لحماية الحقوق الأساسية ولحماية المجتمعات التي نعيش فيها. ولكن لابد أن نتذكر أن الله ليس هناك إذن انبعاث عن حقوق الإنسان، والأمن ليس عملية التزام ولكن لضمان احترام حقوق الإنسان، وأن نفعل هذا بطريقة مضمونة. أن عند تقديم الأمن فالحكومة ستتناول إذن جوانب هامة من أجل حماية الأشخاص من إساءة الاستغلال من الآخرين، ولكن في نفس الوقت أن نضمن أن الحكومة نفسها لا تقوم بانتهاك الحرور
أي وضع إذن الحدود لسلطات الدولة؟ هذا لماذا سيادة القانون هو أمر أساسي؟ لأن الأطر تشمل إذن قواعد والمسألة وتقدم أسس لما تستطيع الدولة أن تفعله، إلى أي درجة تستطيع أن تستغل سلطتها لضمان إذن رفاهة الناس. وعند توقيع الخدمات فبطبع الوصول إلى الصلة الإكونومية أصبح أمر أساسي للجهات الأمنية ولدى جهات الأمن لضمان إذن توفر أمن الناس. وبالطبع إذا كنا نتحدث عن المجتمعات الدولية عن طريق جهات إنفاذ القانون وجمع إذن الاستخبارات عن طريق جهات الدولة، وهذا أمر بالغ الأهمية لأن هذا هناك دولة أساسية من أجل إنفاذ القانون ولجهات الأمن. بالطبع يتم اتفاقها بطريقة مختلفة. نحن الآن في وقت في الزمن حيث الثقة في الإنترنت واجه تحدي كبير، وبالتالي للحكومات في العالم أجمع من الأهمية نقوم بتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني والثقة مع الناس. فالحكومات لا تستطيع أن تتحمل فقدان الشفافية، ولكن نحن لابد أن ندعم قوانين إذن سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. فهذا يتم إذن مع جميع الأطراف، ومن ثم المبادرات التي يأتي المجتمع الدولي لابد أن تأخذ من المجتمع الدولي تأخذ باعتبار. فعملية المبادرة غير متناسبة فهي تمثل إذا المبادرة مبتذمة وهي تتطلب منا إذن اهتمام. ومن ثم في الأعوام الأخيرة قمنا بمداولتين في جنيفا ونيويورك مع المجتمع المدني الدولي وحكومات أخرى حول هذه المبادئ، وبالتالي في إذن المؤتمر قمنا بوضع إذن مبادئ رئيسية تستطيع أن ترى حقوق الإنسان عندما إذن مراعاة التنصت على الأجهزة الإلكترونية وهي حول القانونية والهدف والملائمة والتناسب هو السلطة القانونية والشفافية وإذن المراقبة العامة. وبالطبع نحن نتطلع إلى المناقشة مع الجميع ونراه بأي حوار إذن مفتوح مع مختلف الأطراف، ونحن مستعدين للتلازم معكم. مثال في عملية تعمل في تحالف الحريات الذي سنستمر في العمل فيه بالتزام كبير. وأود أن أختم هنا، وشكرا سيدي لإعطاء الكلمة. أنا أعرف أنت قمت بخرق البروتوكول بوضع جوان في نهاية الطاولة، بوضع جوانا في نهاية الجوانا فارون من برازيل له الكلمة. عفوا هذا الخرق للبروتوكول وضع في آخر. أهلا، شكرا للدعوة ودعوة لوجود هنا للاستماع لنا وللحوار. ما أود أن أؤكد عليه هنا التفاصيل التي حدث نتيجة لأعمال الأنسية الأمريكية، وهذا بالطبع أوضحت أن هناك تجاوز الحدود. وبالطبع هذا يؤثر على أي علاقة لعملية فرد مثلا الأمن الوطني ولا علاقة له بعملية إذن هذا إذن عملية المراقبة، كما الاستماع إلى مكالمات رؤساء دول مثل البرازيل تعتبر دول صديقة، وكما قلنا أن اتصالات أعمال حساسة استراتيجية مثلا زي دولات بتروجرايس شركة بترول هيزا ليس فقط غير مقبول لرؤساء الدول ولكن كذلك لكل من يدافع عن حقوق الإنسان. هذا لا يهم إذا البيانات تم استخدامها أم لا، فعملية جمع البيانات تمثل في حد ذاتها عدم احترام كامل لحقوق الناس من العالم أجمع، وهذا خرق لما يعرف في الاتفاقات الدولية
والتي ضد حقوق الإنسان الأساسية، وهذا كان نحن نعرف أن هذا كان يتم من دول كانت تقدم نفسها على المحافظين على الإنترنت المفتوح. ولا أقول أن من أجل تعزيز بين دول مختلفة أنه قد يكون إذا جاء خير أو شر، ولكن أوضح أن كل دولة تفترض أن نحن في حاجة للعمل كثيرا لضمان أن حقوق الإنسان تتم حمايتها أونلاين وأوفلاين، وأنه في حاجة إلى إذن تغيير أساسي. السيناريو الذي نعيشونه هو سيناريو حيث الثقة بين الحكومات وبين شركات الاتصالات والإنترنت تنهار تماما، ولكن حان الوقت للمضي قدما. وأنا أتفق فيما ذكر حول الطاولة، نحن لابد أن نفكر في حلول وكيف نستطيع أن نتجاوز هذا. الاستجابة لهذا السيناريو، سرني أرى أن البرازيل كانت إذن فعالة وأخذت إجراءات مختلفة على مستويات كبرازيلية. أنا يسرني هذا في الإطار الوطني. هناك إذن سرعة لاعتماد ما يسمى ماركو سيفيل أو الإطار المدني لعمل الإنترنت بناء على المبادئ التي اقترحت علينا أن يعزز إذن لجان إذن التيسير عندنا. فإن هذا الإطار أصبح نموذج من ناحية المحتوى والعملية نفسها، كما تم تطويره من أجل عملية من المداولات أونلاين وأوفلاين أدت إلى إيجاد مسودة تحمي الحرية وحرية التعبير والحقوق الرقمية المختلفة. ونحن نستطيع أن نتعلم جميعا ونفكر إذن في الأطر الدولية كذلك وفي الأطر الوطني كذلك. نتحدث عن الحقوق طويلة الأمد، فإن البرازيل تقوم بتعزيز المزايا من أجل البحوث والابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات الاتصالات، وبصفة خاصة من أجل بناء إذا اتصالات على الإنترنت بتشفير. ولكن بالطبع الإنترنت عالمي وستستمر هكذا، ونحن لا نتناول هذه القضايا فقط بالسياسات الوطنية. ومن ثم أردت أن أوضح هنا لأن الإجراءات وتتم على الأطار الدولي، فبخلاف بيانات شديدة على في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كل المبادئ التي ذكرت بالفعل في الأطار المدني والملتزم بحقوق الإنسان. فالرئيسة الآن اقترحت أن نلتزم بحيث أن نقوم بتطوير بإعداد قمة والتي سترتبط بالمبادئ التي ذكرت وفقا لمبادئ الأمم المتحدة. وهذا بالطبع يستطيع أن يكون فرصة لتناول هذه القضايا. وأعتقد أن قضايا الرقابة لابد أن تعمل بحيث تضمن تغيير طريقة عمل الدولة، لكن في نفس الوقت حماية المستخدمين بطريق زيادة التشفير المصمم. وفي نفس الوقت الدول لابد أن تقوم بمراجعة من الجيد أن تتحدث وتود مراجعة طرقهم، وبالطبع على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم برجعة المدى مختلفة لتطبيق حقوق الإنسان على الاتصال. وهذا بالطبع تم دعمه اليوم بأكثر 108 منظمة دولية، وتحاول إذن تناول بعض هذه المبادئ، وهي تقدم الإطار الذي يقوم بتقييم إذا قوانين والممارسات تتمشى مع حقوق الإنسان في الإطار الرقمي. وكما أشار السيد يوهاني، يرتم على
الناحية القانونية والحاجة وإذا السلطات القانونية والعملية نفسها وتستخدم الإخطار والشفافية والمراجعات العامة. ونرحب مبادرة الحكومة السعودية لأخذ هذه المعلومات وشجع باقي الحكومات في العالم أن تقوم بنفس الشيء. وكما ذكرت لقد حان الوقت لنعيد تقييم ممارساتنا حتى نضمن أنها تراعي حقوق الإنسان. وبالطبع أن نوجد الحوار مع كل الدول التي تراعي هذا على الإنترنت. شكرا جوانا، شكرا للمتحدثين. وأعتقد أن النقطة الرئيسية نبد أن ندرك حدة المشكلة والحاجة إلى بعض الإجراءات في أسرع وقت ممكن أنها تؤثر على أنشطة قطاعات العمل وجميع مستخدمي. وهناك البعض أشار لبعض النقاط التي قد تستدعي العمل. كما ذكر سكوت هناك حاجة إلى احترام القانون الدولي والوصول إلى بعض الاتزان بين الأمن وحقوق الإنسان. ولكن هناك وقت أخرى من يوهانا أنه ربنا نكونها بعض الحلول لكسب، وربما لا نحتاج إلى اتزان. وقد تكون نقطة مناقشة بين الإجراء المتس بين الأمن وحقوق الإنسان. رأس أشار إلى الحاجة إلى اتخاذ قرارات على بناء السياسات ومن عكست حول قضايا محددة وشفافية. ويري أكد على أهمية ليس فقط الحقوق التكنولوجية والحقوق السياسية، التكنولوجيا لا تكفي. ويوهانا أشار إلى أهمية سيادة القانون والفصل المؤسسي بين الاتصالات الإلكترونية وهذا بالطبع عملية الإجراءات والاتزانات التي يمكن تساعدنا على هذا الموقف. وكذلك هناك إجازة حقوق الإنسان والحاجة إلى ردود أفعال مناسبة واستخدام الأدوات القانونية القائمة. فنحن عندنا أدوات يستطيع أن تطبق على هذا، مثلا الحقوق الإنسانية. ومن الواضح من خلال المناقشات أن هذا الموقف للاعبين الكبار بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية أن القواعد الدولية لابد أن تأخذ في الاعتبار وهذه أفكار. إذا أعطي الكلمة أندريشيف. شكرا يوهان. أعتقد أننا سنذهب مباشرة إلى التعقيبات من الحضور. والآن سأقوم بإعطاء الكلمة للسفير بنديكتو فونسيكا من البرازيل لجواب بعض الأمور. المايكروفون. شكرا. شكرا جزيلا. أود أن أبدأ القيام بشيء نقوم به في المعتمد في الأمم المتحدة. نحن كنا نبدأ حواراتنا، نحن نعتمد البيانات التي ذكرت من قبل من بعض المجموعات الإقليمية أو غيرها. لذا أود أن أبدأ ونقوم بالتحديث وأقول نحن أود أن نلزم ما ذكرته جوانا بارون باسم المجتمع المدني. أعتقد أنها عبرت بطريقة واضحة أن الأشياء التي كنت أود أن أقولها وجعلت حياتي إذن أبسط وألتزم بما قالته. وهذا أمر يعتمد بما ذكر من مماثلي السويد. نحن نتقاسم كذلك وجهة النظر أنه ليس من المنطقة أن نقوم بالحديث عن حقوق الإنسان وأن نفحص عملية الرقابة
في إطار تعزيز حقوق الإنسان بطريقة تتماشى مع حقيقة أننا جميعا وبعضنا ملتزمين بحقوق الإنسان. فأنت لا تقوم بتنهى المكالمة ولا أن هذه المناقشات تستطيع أن تخدم أغراض أخرى ليست أغراضنا لك في نفس الوقت. لا نعتقد أن سيكون أمرا جيدا نتيجة محاولة إهمال الموضوع أو بل العمل على التحسين أمامنا. إذن المبادئ المختلفة التي ذكرتها أستطيع أن أقول أن تعبر على نوعية المنهج الذي نريد أن ننتهجه في هذا الصدد. بعد قول هذا وبالعودة إلى الكلمة التي قالها رئيسنا في الأمم المتحدة في الحديث عن بداية العمل الأمم المتحدة، أود أن أؤكد على أن حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق المرأة هذه الأمور الأساسية هي أساس اهتمام السيدة الرئيسة. فلقد أشارت بوضوح إلى أن من المنظور البرازيلي هناك حاجة ماسة، لأن على المستوى الدولي لابد أن نقوم بإطلاق عملية تسمح لنا في المجتمع الدولي أن نقوم بتحقيق المبادئ التي ستؤدي إلى توجيه استخدام العمليات، وأن هذا لابد أن يأخذ برؤية تستند على حقوق الإنسان والمبادئ التي أشرت إليها، ومن ثم نرى التزام بتحقيق هذا أخذين في الاعتبار الصورة الأكبر التي نود أن نلتزم بها. وفي هذا الصدد من الأهمية بمكان قام أشرت جوانا أن نرى قمة البرازيل كمتابعة لما ذكره السيدة الرئيسة، وأتينا إلى هنا وزير الاتصال أتى هنا والرئيسة طلبت منا أن نكون بجمع وقت النظر وبدون الحياد عن الهدف الرئيسي. أنا من البرازيل اليوم بها إذن جزء من المناقشات، ولكن هذا بالطبع أحد المعايير الواضحة لنا من للاجتماع والتي ستسمح لنا بالالتزام والدخول في نواحي أخرى من المناقشة نتيجة المداولات التي حدثت اليوم، والتركيز الأساسي على الحاجة كمجتمع دولي والبيئة والتطوير. هذه إحدى الأهداف الرئيسية التي أمامنا. وإذا كنت أستطيع توضيح النقطة لكانت محل بعض سوء الفهم في هذا الاجتماع، عندما الرئيس قام باجتماع تحدث عن أطر متعدد الأطراف بدعم الكامل المجتمع المدني وأطراف أخرى. وفيما بعد عندما أتينا إلى هذا الاجتماع كان على الاتصال بها، وكان نتيجة المعلومات التي وفرها أوضحت أنها عانت معه بتحقيق أن الإشارة إلى الأطراف المتعددة، وكنت أرى في الأمس الرئيسة أشارت مرة أخرى إلى هذا وهكذا. ألاحظوا أن هناك بعض الخلط أحيانا في الموقف وحول البيانات الواردة من البرازيل يتساءل الناس ما هو الموقف. أولا الرئيس يومانشي فسر ما قاله ولا يوجد أي تناقض، ومن وجهة النظر الحكومة
من المهم جدا أن بعض الورشات ناقشت ضرورة الاهتمام بالمفاهيم واللغة المستخدمة. كلمة متعددية الأطراف تستخدم في بعض الحالات بمعان مختلفة على أنها المقابل للطرف الواحد، وهذا هو المعنى الذي أرادت الرئيسة أن تعبر عنه. هناك أطراف كثيرة تعرض الأفكار وليس طرفا واحدا، وصرحت الرئيسة أنه لا يوجد أي استثناء لأي طرف، وربما استغرقت بعض الوقت في شرح هذه النقطة، لكن أريد أن أؤكد أنه لا داعي للاهتمام الكبير بعبارة بعينها ردا على صحفي وجه سؤالا، ولكن يجب أن ننظر إلى الصورة الأكبر وتفسير هذه الصورة فيما يتعلق بالأطراف المتعددة. ويمكن أن نعود إلى مرجعية الأمم المتحدة في هذا الشأن في تعريف تعددية الأطراف أو أصحاب المصلحة المتعددين. رئيسة بلادي كانت تعبر عن بوضوح عن الرابطة بين كافة أبعاد حقوق الإنسان، ويجب توخي الحذر من تعقب كلمة واحدة بعينها وإخراجها عن النص العام، وأنني أنتهز هذه الفرصة أشكر كافة الأطراف التي اجتمعنا معها في إطار هذا المنتدى مع ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل الراغبين في التقدم في الاتجاه الذي اقترحته رئيسة بلادي. ولقد كانت مشاركتنا هنا مفيدة جدا لنا لكي نتعرف على مختلف الأطراف والتقدم بمقترحات، والمشاركة في الاجتماع في الإعداد للاجتماع المرتقب. من حيث وضع الأجندة والنتائج المتوقعة والمساهمات في الأعمال المختلفة، نحن نحترم العمليات الجارية ولا نريد أن نسبق الأعمال الحالية، إنما البرازيل عازمة ومصرة على احترام حقوق الإنسان وتضعها في صلب أعمال المفوضية والقرارات التي تصدر عنها، وهذه رسالة واضحة أن حقوق الإنسان يجب أن تحترم أونلاين أيضا على الإنترنت. وهذه النظرة لابد أن تكون عالمية وأن تكون بناءة وأن تكون محفزة للدول وتقدم لها حوافز إيجابية في على المستوى العالمي. وشكرا لكم، شكرا جزيلا سعادة السفير. والآن لدينا مداخلات عن بعد، انتظري دقيقة سيدتي، هناك بعض الأسئلة. شكرا. هناك سؤالان من متفاعلين عن طريق التويتر. بيتر عنده سؤال يريد أن يعرف مسألة رقابة على أو المراقبة الهواتف، وهناك سؤال لممثل جوجل
حول فقدان العمل أو فقدان الزبائن في بعض القطاعات التي تكلف المنظمة ملايين الدولارات، ورغم الإنفاقات التي بلغت 180 مليار دولار نتيجة عدم الثقة في كلاود واعتبارها لا تقدم الأمان اللازم، وهل هناك خطوات غير ضرورية تقوم بها الحكومات في هذا الشأن أم لا؟ شكرا جزيلا. الآن برتون، ويمكن أن نوفر الرد لوقت آخر. أنا مدير مشروع شرعيات الإنترنت. بناء على المناقشة السابقة أريد أن أقول أن النقاش حول المراقبة يأتي في نطاق إطار أوسع. أولا، هناك سيادة الدولة. السيادة في العصر الرقمي لها معنى مختلف، السيادة على الأرض الوطنية. الإنترنت تقدم لنا قدرات جديدة لاتخاذ القرارات الوطنية، وهي عابرة أو لها تأثيرات عابرة للحدود. القرار الذي يتخذ هنا يؤثر على المواطنين في دول أخرى. إذن السلطات في أي دولة لا يمكن لها أن تنفذ أو تفرض قرارات تؤثر على مواطنين في دول أخرى. هذه مسألة السيادة، وبالتالي لابد أن تكون هناك توازنات بين مختلف الدول في هذا الشأن. والعكس صحيح أيضا، بناء على ما قيل عن الأحداث الأخيرة وانعكاساتها، هناك عدد كبير من الأطراف ومن الدول اتخذت مواقف كرد فعل للدفاع عن سيادتها والحماية حقها في الاحتفاظ بسرية بياناتها واختيار المواقع التي يمكن عرضها على مواطنيها في أراضيها. هذا يعبر الحدود الطبيعية، والغرض من البداية هو أن يكون هناك هيكل عابر للحدود. هذا تحدي، لأن فكرة النظام الدولي التقليدية على أنه يفصل ما بين مبادئ السيادة في كل دولة أو ما بين دولة وأخرى، الموقف الحالي يتحدى الموقف التقليدي، وعلى الحكومات تحديا كبيرا لا يكاد يصدق، وهي ضرورة التعاون في إدارة الفضاء المشترك. هذا تحدي تقني. الكلمة الثانية التي أريد أن أسلط الضوء عليها بعد السيادة هي العمليات العادلة، أو أي نوع من العناصر التي تضمن أن الإجراءات المتعلقة بالمراقبة وتنفيذ القانون وحرية التعبير والسرية إلى آخره، أي نوع من العمليات التي تتعامل مع حقوق الإنسان ومع حقوق المواطنين ومستخدمي الإنترنت لابد أن تتم طبقا لعدة قواعد يجب أن تكون عادلة وفي عملية عادلة، وهذا من الصعب أن نطبقه، لأن ما يحدث في دولة ما عبر الإنترنت لابد أن نأخذ البيانات ونأخذ المحتوى، وهذا يمر عبر الشبكة العنكبوتية والمواقع الإلكترونية وبآليات مختلفة. إذا لابد من وجود آليات للتعامل مع العلاقات بين الأنظمة والحكومات والمستخدم النهائي،
وهذه مسألة لها انعكاسات على ما يحدث في نقاشنا حول المراقبة، لأننا لابد أن تكون هناك عملية عادلة أو نزيهة في كافة الجوانب. المراقبة نفسها ليست كافية، المراقبة قد تكون ضرورية ولكنها ليست كافية لحماية حقوق الملكية، وإذا لم تكن الأطر الوطنية كافية فإن المراقبة وحدها لن تكون كافية، ربما تكون الأطر الموجودة نفسها بحاجة إلى تعديل. وأخيرا الكلمة السادسة التي أريد أن أستخدمها هي النتائج غير المقصودة. الاتجاه الذي نراه اليوم كرد فعل للأحداث الأخيرة حول الرقابة تثير المتاعب للجميع. فكرة الشواغل المشروعة تجاه المواطنين، فإن الحكومات تفكر في وضع قواعد حول سيادة المعلومات، ويجب أن يعامل هذا بشيء من الحذر لأن هناك تحديات كبيرة، وهناك احتمال أيضا لتصنيف البيانات في المؤسسات الكبرى، وهذا قد يؤدي في النهاية إلى انتهاك الخصوصية بدلا من وضع إجراءات حمائية. العنصر الثاني، وكان هذا حاضرا جدا في اجتماع نظمناه في دلهي حول الصناعة في الهند، الصناعة في الهند وليس الشركات الأجنبية، الصناعة كانت تقول للحكومة احذروا لأن سيادة المعلومات أو سيادة البيانات قد تكون مضرة بالصناعة في هذا المناخ العالمي. بدون مزيد من الإيضاح، فنحن في موقف وضعنا في التحديات لأنه لا توجد أطر دولية أو عالمية كافية تحمي السيادة الوطنية في العصر الرقمي، وبالتالي هناك مخاطرة بأن تكون هناك أعمال كبيرة غير منسقة بين مختلف الحكومات ومختلف الأطراف تنظر بطبيعة الحال كخطوة أولى إلى التأثير المتراكم الذي سيكون مضرا للجميع. هذا الاجتماع أثبت بدون شك أهمية التصدي لهذه المسائل. المؤتمر الذي سيحدث في البرازيل سيعطينا فرصة للتصدي لمثل هذه القضايا، وربما يعطينا فكرة عن بعض القرارات الوطنية إلى أن تصبح التأثير التراكمي للسيادة الوطنية غير مضر بالجوانب الأخرى. في مؤتمر البرازيل هناك أيضا جوانب أخرى مهمة، تم ذكر مجهودات من منظمات متعددة، لكنها ما تزال غير كافية، وبالتالي سنتناولها بالمناقشة في المؤتمر المقبل. وأعود إلى توصية منذ حوالي سنتين حول تأسيس مبدأ عدم وجود أضرار عابرة للحدود. من القرارات الوطنية قد تكون لها تأثيرات عابرة للحدود، وهذا ما لا نريده. هذه مسائل تحتاج منا إلى كثير من الحذر في الأعمال الفردية التي تفكر فيها دول بعينها، حتى يمكن أن يستفيد كل الأطراف في هذا المجال. شكرا. قبل أن نستمر في التعقيبات والتعليقات الأخرى، أعطي المتحدث التالي 10 دقائق للتحدث عن البنية التحتية ووظائفها. شكرا.
أعتذر لأني تأخرت نظرا لالتزامي بالوجود في قاعة أخرى لبعض الوقت. كثير من المناقشات تناولت البنية التحتية من الناحية الفنية، أريد أن أسلط الضوء على عدة نقاط. أنا أتفق مع روس على ضرورة اتخاذ منهج يقوم على الحقائق. كثير من الحاضرين أكدوا على أهمية الشفافية واحترام القانون، وهذه أشياء أساسية تحتاج منا العمل. وأسمحوا لي أيضا أن أعود إلى المبدأ الهام الذي أشار إليه كثير منكم، وهو احترام حقوق الإنسان ونموذج تعددية الأطراف والعمل اللامركزي واعتبار تعددية الأطراف مفتاح لكثير من وظائفنا لإحداث التوازن بين الأمور التي تشغل الجميع. وقد تكررت الإشارة إلى أهمية نهج تعددية الأطراف أو تعددية أصحاب المصلحة و لابد أن نفكر بطريقة عالمية، وهذا ما انعكس في كثير من المناقشات التي دارت حول الجوانب الفنية والبنى التحتية، والطلب على تحديث البيانات. في بعض الأحيان من الناحية الفنية قد تكون هناك رغبات متضاربة أو مطالب متضاربة، وعلينا أن نتوخى الحذر. لأن حصر البيانات في دولة بعينها قد يؤدي إلى التأثير على الاختراعات والابتكارات في دولة أخرى، وعدم تمكينها من بناء المرافق أو التسهيلات اللازمة. هذه أمثلة أو مثال واحد للأشياء التي يجب أن نحذر منها. يجب أن تكون هناك مطالب كثيرة حول إدارة الشبكة، حتى نسمح للإبداع والابتكار بالتقدم. هذه هي بعض النقاط التي لدي في الوقت الحالي. شكرا، لقد أعطيتنا نظرة عامة مهمة عن الجوانب الفنية والبنى التحتية، وأعطيتنا بعض التحذيرات حول عدم تجاوز الحدود في الوصفات والحلول المحلية. يجب أن ولا ضرورة الانطلاق عالميا. شكرا لكم على الانضمام إلينا. أعرف أن جوانا لديه التزام آخر، هل جوانا بخير؟ Great. Fantastic. So I'm first going to go to the remote participation. إذن سأتوجه إلى المشاركين عن بعد ثم أعود إلى القاعة. شكرا. هناك سؤال من مونيكا أرنيت، هي فريلانسر من ألمانيا. سؤالها لممثلي السويد والولايات المتحدة، تريد أن تعرف هل الأدوات الكبيرة تجعلنا نخالف التنظيمات القائمة. نحن بحاجة إلى بناء الثقة العامة، وبعض الإجراءات تؤدي إلى إساءة إلى الزعمات المنتخبة والإساءة إلى بعض الهياكل الوطنية. شكرا. الاتصالات والكمبيوتر
تتضمن كثير من الشركات التي تخدم المستهلك، ونحن نقوم على خدمة الأعضاء الموجودين دون تضارب أو في المصالح. وأعتقد أن هناك مشاكل بعضها ليس فنيا ولا يتعلق بصناعة الإنترنت، هناك الأدوات التي صنعتها الإنترنت لكي تكون ممكنة، وكان من الضروري وجود بعض التشريعات والقوانين على المستوى الوطني لتنظيم استخدامات الإنترنت. ونحن كلنا مواطنون في العصر الرقمي، وأحيانا نكون أجانب في العصر الرقمي أيضا. حقوق الخصوصية والسرية الوطنية تنتهك، هناك كثير من الملحقين الثقافيين في السفارات المختلفة يقومون بدور التجسس. وهناك عدد آخر من الذين يتجسسون على الأجانب المقيمين في الدولة. هناك نقص في النظم التي تمنع تجسس دولة ما على دولة أخرى، أن هناك نقص كبير في هذا. ومن المناقشات التي سبقت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية تمنع الممارسات التي تعتبر ضارة للإنترنت ذاتها وضارة بمصالح الأطراف المختلفة. ونحن لدينا نفس الديناميكية هنا، حيث تستخدم التكنولوجيا من قبل سلطات الأمن لجمع المعلومات أو البيانات، وخاصة بالنسبة لغير الوطنيين. وشكرا للتكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من ذلك. نحن بحاجة إلى الثقة، ولأننا لو لم تكن هناك ثقة لما استخدم الناس هذه الخدمات بطريقة أكثر. هناك نقاش كبير أو جدل كبير حول الجوانب السلبية والجوانب الإيجابية لهذه النظم وتأثيرها على الثقة المتبادلة. هناك أفكار كثيرة سنستمر في مناقشتها وفي طرحها أيضا حتى يتم الاتفاق عليها. لكن مع ذلك هناك أشياء مشتركة أساسية نتفق عليها جميعا. نحن بحاجة إلى مزيد من الثقة في العالم أونلاين، وخاصة في الأغراض التجارية مثلا. وهناك تطورات كثيرة في انتشار الإنترنت حتى تشمل أكثر التي تشمل الآن أكثر من نصف العائلة البشرية، ولابد أن تكون أقل تكلفة. نحن نرحب بتنفيذ القوانين واللوائح القانونية التي تريدها المجتمعات لحمايتها ولحماية أنشطتها، لكن الشفافية تعتبر مهمة في الأعمال الحكومية حتى وفي بعض الأنشطة الحكومية تعتبر الشفافية ضرورية، مع احترام الخصوصية في ذات الوقت واحترام سرية المعلومات كجزء من حقوق الإنسان التي يجب احترامها على الصعيد الدولي. هذه كلها قواعد مشتركة لابد أن نجد أسسا للتعامل معها، مع ضمان الأمن والخدمات وتنفيذ القانون أونلاين وحماية حرية الأفراد، وخاصة أولئك الذين يقدمون الخدمات. لابد أن تكون النظرة إلى الإنترنت نظرة إيجابية،
نحن كمجتمع انترنت علينا أن نعدل هذه الآراء وأن نعترف بأن احترام حقوق الإنسان يتضمن في ذات الوقت انتقاد الإجراءات الحكومية التي يجب ألا تسمح بالتنصت أو التجسس على مواطنيها، وإجراءات الحماية هي مسؤولية الحكومة فيما يتعلق بحدودها الخارجية، ولكن هذه الوسائل أصبحت محل تساؤل في العصر الحديث. من يفعل ماذا في هذا الوقت؟ الشروحات التي استمعنا إليها من المتحدثين السابقين والمبادرة البرازيلية محل ترحيب. نحن نرحب بالمناقشات حول القيم المشتركة فيما بيننا. ليس هناك ما يدعو للخوف. إذا كنا سنطرح الماضي جانبا وننظر إلى المستقبل بطريقة إيجابية. شكرا جزيلا على هذه المداخلات. خبرة الخبراء ومعرفتهم، ونود أن نطلب منكم الرد على هذه الأسئلة فيما بعد. أعتقد أن هناك شخص في هذه القاعة يمكن أن يأتي إلينا لكي يتعامل مع عمليات القوانين التي تحقق توازن في قضايا الموازنة. ومجلس الأوروبي الذي لديه تحت سقفه ثلاثة آليات وثلاثة معاهدات تغطي أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات وحقوق الإنسان. ملاحظة سريعة السيد يون لكيفية تصدي لهذا القانون الذي يحقق توازن بين هذه الجوانب المختلفة، وهل لك أن تحدثنا بما قام به المجلس الأوروبي، وذلك في خضم مناقشتنا لهذا الموضوع. نحك مجلس أوروبي أعتقد أنه يعكس العديد من الجوانب والأبعاد المختلفة، ولكن أعتقد أنه في جوهره يوهان هالنبرغ المحى إلى يجسد الاستجابات المختلفة لمجلس الأوروبي. نهج مجلس الأوروبي يمكن أن نصفه بأنه متعدد أصحاب المصلحة، وأيضا ينبغي أن ننشط إلى الأصوات المختلفة ونترك من يقع عليه المسؤولية أن يتخذ قرار، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ما يقوله الآخرون إن مجلس الأوروبي متعدد استجابات متعددة التخصصات، وهناك العديد من المسائل والقضايا التي يمكن أن نتناولها تحت نفس الموضوع. البعض يتعلق بالأمن القومي والخصوصية وحرية التعبير وسيادة القانون، وكلها ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، وهذا يتطلب رؤية أعرض. أما في استجابات مجلس الأوروبي هناك استجابات متعددة، البعض منها يأتي بالإضافة إلى الحوار. هناك مفاوضات حكومية دولية، وهناك أيضا القانون المتعلق بالبرمجيات، وهناك التوصيات، وهناك أيضا بعض القوانين الخاصة بالمعاهدات الدولية، وهناك أيضا المعاهدة الخاصة بالجريمة الإلكترونية واتفاقية حماية البيانات، ولدينا أيضا الاتفاقية الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان، ولدينا أيضا
مساءلة قانونية وفي المحاكم، وهناك مناقشات تجري في اللجان المتخصصة حماية البيانات وأيضا لجنة الجريمة الإلكترونية. إن فيما يتصل بقضية سنودن، فإن مجلس أوروبي لا يعتزم أن يأتي باستجابة في هذا الوقت، ولكن أود أن ألفت انتباهكم إلى أمرين. منذ السبعينات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أوضحت تماما بأنه نظام المراقبة الكاملة يمكن أن يقود أو حتى يحطم الديمقراطية تحت مظلة أو عباءة حمايتها. وأعتقد أن هذا يرتبط بقضايا قبل سنودن وقبل الإنترنت. أما الجانب الآخر وهو قريب من قضية سنودن، إن مجلس الأوروبي يهتم تماما ب من يطلقون سفارة الإنذار، وأعتقد أن سنودن قد قام ببعض قضية سنودن لها آثار كبيرة على صعيد الاهتمام العام. أعتقد أننا لدينا ناس من أمن الفضاء ومجتمع حقوق الإنسان، ما هي السبيل للتصدي للمراقبة العامة؟ هل هناك أرى بعض الأيدي هنا؟ السيد خالد. هل للجميع؟ هل يسمعني الجميع؟ شكرا يوهان. اسمي خالد فتال، وأنا من جزء رئيس مجموعة الإنترنت متعددة اللغات. إنها ليست القضية مزاعم أو غير مزاعم، ولكنها تذهب إلى جوهر وقيم ما يعنيه أصحاب المصلحة المتعددين. من الأيكان يمكن أن يتذكروا أنني أخذت ذمام المبادرة لصنع هذا موضوع علينا أن نتناوله على صعيد الدولي وأثناء مؤتمر الأيكان في دوبن، إذ أثير قضية أننا ما لم نتعامل مع قضية المراقبة فنحن لا نعطي القيمة الحقيقية لضررها لمبدأ أصحاب المصلحة المتعددين. إنها سرطان يقود ويضر بمنظور ومبدأ أصحاب المصلحة المتعددين، ونحن نؤمن بالخصوصية. أنا سوري أمريكي ولا يوجد من يمكن أن يعطيني محاضرة حول أهمية الديمقراطية والخصوصية وحرية التعبير، ولكن عندما تأتي القيم وتخضع للتحدي عما تمثله، أعتقد أنه آن الوقت لكي أن نقر بالضرر الواقع وكيف يمكن أن نجب هذا الضرر. في الأسواق الناشئة، وحيث نخوض في بعض المناسبات في الأسواق الناشئة، أعتقد أن هذا هو الموضوع الذي يريدون التحدث عنه على مستوى مختلف من المجتمع. وما لم نتناول هذه القضية بطريقة على مستوى الأولوية القصوى، لن نستطيع أن نزيل التوتر من الموقف، لأنه حتى الآن ما أراه هو محاولة بأن الناس تقول ما في قلوبها، والقيم التي ندافع عنها هي التي تتعرض للخطر. أختتم حديثي بملاحظة إن الحرب على الإرهاب دخلت في قيمهم في مقابل قيمنا. الحرب على الإرهاب هي قيمنا ضد قيمهم. ما الذي يعنيه أنه في الدفع الصعوبة إنترنت مفتوحة وحرة، نكتشف أننا نتجسس على بقية العالم.
إنها أيضا أمر يتعلق بالقيمة القيم. إن الخوف من السرطان لا يعالج بتناول الأسبرين، ولكن إقرار بما حدث ورغبة حقيقية وعمليات موضوعة لإظهار بأننا نتعامل مع الأمر ونصلحه بدلا من أن تكون محاولة لفك التوتر. هذه توصية، لأن كلنا من نؤمن بهذا لا نريد أن نرى مبدأ أصحاب المصلحة المتعددين قد تعرض للضرر. أني حديثا بهذا، إذا المساهمة بالسلة الخامسة أهمية الثقة والطمأنينة في التعامل مع المراقبة الدولية، وأرجو أن نكون المناقشة ضمن هذه الخطوط الخمسة الرئيسة. شكرا سيادة الرئيس، أرجو أن تقدم نفسك. يقول السيد الرئيس: اسمي رن ييشان وأنا من وزارة الخارجية في الصين. كنت على وشك أن أقدم نفسي بلغتي الأصلية الصينية لأنني أعتقد أن هناك ترجمة فورية، ومن ثم أرجو الاستعانة بالسماعات. ربما أستطيع أن أبدأ بالقول بأني أدلي بملاحظاتي بالإنجليزية حتى تستخدموا السماعات. لدي نقطة. النقطة الأولى هي أننا جميعا توافقنا على القيم المشتركة، القيم العالمية لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى نود أيضا أن نؤكد على أن مفهوم حقوق الإنسان هو جزء لا يتجزأ، لا ينبغي أن نغفل الأجزاء أو العناصر الأخرى لحقوق الإنسان، بمعنى أننا لدينا الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الثقافية والاجتماعية والحق في التنمية. من ناحية أخرى هناك توازن بين الحقوق، حقوق، ومن ناحية أخرى هناك مسؤوليات وتعهداتنا تجاه المجتمع واحترام حقوق الآخرين. هذه النقطة الأولى التي أود أن أدلي بها. أما النقطة الثانية، الإنترنت، أعتقد أننا لدينا العديد من العناصر والعوامل التي ينبغي أن ننظر فيها. هناك على الأقل من وجهة نظري أن هناك عناصر عدة علينا أن ننظر فيها، بمعنى الحق في النفاذ والولوج، وأعتقد أن هذه نقطة وقضية بالغة الأهمية ولا سيما في البلدان النامية. يسعدني أنكم استعنتم بالسماعات، إذا أستطيع أن أنتقل إلى لغة الأم، اللغة الصينية. نظرا لاستخدامكم السماعات سأتحول الآن للحديث بلغة الأم. على مدى الأيام القليلة الماضية ناقش الIGF العديد من القضايا بالغة الأهمية، بما في ذلك تطوير الإنترنت، بما في ذلك استقرار الإنترنت، وإن عملية خشخاشة الموارد في الإنترنت، وأيضا الجريمة عبر الإنترنت، بريد غير المرغوب فيه، وأيضا كيفية تعزيز الثقة الجماهير والمواطنين في الإنترنت. بينما اليوم فإن القضايا التي نناقشها قضايا ناقشناها على مدى الأيام الماضية، أنه بعض البلدان الفرضاء تجري مراقبة واسعة النطاق على بلدان أخرى، مثل ما قاله وفود من بلدان أخرى: نحن اندهشنا كثير ويحدون شغل عميق حول هذه القضايا. مراقبة عريضة سواء كان على المواطنين الفرادة أو غيره من السياسيين في بلدان أخرى. أعتقد أن هذا يشكل انتهاكا وخرقا للسيادة والمصالح الوطنية وخصوصية بلدان أخرى، وأيضا السياسات تعد تهديدا للتشغيل الآمن لعمليات الإنترنت. وفي ذات الوقت إن هذا السلوك
يضر ضررا كبيرا بالثقة العامة في الانترنت. وأخيرا وليس أخيرا، أود القول أننا لكي نناقش مبادئ حوكمة الانترنت هناك بعض النقاط بالغة الأهمية مثل الشفافية والاجتمالية والمبادئ التشاركية والتعاون. وما إلى ذلك، فنحن نفضل كثيرا النقاط التي أثارها السفير البرازيلي، فإن حوكمة الإنترنت هي شيء علينا أن نعمل عليه استنادا إلى نهج أصحاب المصلحة المتعددين، الحكومة و الدوائر الأكاديمية وشركات الإنترنت والمجتمع المدني. ليس علينا أن نستبعد أي طرف من هذه العملية، ينبغي أن يتم مشاركة الجميع، وإذا قمنا باستبعاد أي طرف لا أعتقد أن هذا سيكون جيدا لعملية الإنترنت. شكرا جزيلا على صبرك حتى نستعين بال خدمات التقنية. أعتقد أنك كررت بعض المبادئ التي ناقشناها، وعنصر الثقة وحقوق الإنسان وأن مسألة السيادة، وأعتقد أن هناك نقاط بالغة الأهمية يمكن أن نتفكر فيها فيما بعد. هل هناك أي مداخلة من القاعة؟ سوبي ساتفيدي، وأنا أدرس الاتصالات والإعلام الجديد وتكنولوجياته في جامعة الهند. القضية التي ننظر فيها في الأساس كيف يمكن للإنترنت والتكنولوجيا يمكن أن تساعد البلدان النامية. أشكر رول على تنظيم هذه الورشة لأنها تنظر في بعض الأسئلة تقع في جوهر الموضوع. الواقع أننا إذا ما استطعنا أن نثق في هذه التكنولوجيا الرائعة والبيانات التي عملية سرية وخصوصية، أريد أن أثير نقطة. عندما نبدأ نتحدث في مواقف مثل تلك وأن أتذكر قصة ونحن نفكر في شارلوك هولمز، وهي لماذا لم ينبح الكلب، وهذا هو كيفية أننا قررنا التزام الصمت في لحظة مثل هذه ونحن نواجه موقف غير مريح ونقرر أن نأخذ موقف. هذه النقطة بلغت الأهمية ولا يسعني إلا أن أتفق معها. قال وقالت إن الأمر يتعلق بالثقة، ولكن أيضا أن نعمل في فضاء تعاوني، وإنني أؤمن بأن الأمان الإلكتروني والشواغل التي يمكن أن تدور حول السيادة، ولكن علينا أن نفكر أيضا في الحقوق المواطنين والبلدان. وهذه الرحلة رحلة المواطن كانت طويلة، وعندما نصل إلى النقطة بأن جمع البيانات من قبل الحكومات التي تريد أن تحقق تقدما من قبل من ومن أجل من. هاري بورت، ونحن لا ننظر فقط من منظور حقوق الإنسان فقط، ولكن لدينا قوانين لحماية الأطفال والمرأة والمجتمعات المستضعفة على وجه الخصوص. وهناك فتيات عمرها 18 لأنها قامت بتحديث موقفها، وأعتقد أننا من الحكومات في جميع أنحاء العالم، ولكن أود أن أقول أن خطأ لا يصنعني الصواب، ولدينا عملية رائعة من القاع إلى القمة، وهي اجتمالية ومتعددة الأطراف أو أصحاب المصلحة، وهي الحكومة ومعظمنا لا نعلم أن هذه المحادثة تحدث إذا كانت صوتنا سيسمع أم لا. الديمقراطية رائعة والديمقراطية التشاركية أفضل، ولكنها ليست
تشابه أو تساوي نهج أصحاب المصداح المتعددين. لدينا منصة ولدينا منبر، ودعونا نواصل العمل مع هذا المنتدى، ولكن دعونا نعيد تعزيز النظام الخاص بأصحاب المصلحة المتعددين، وأعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد إلى الأمام. شكرا سيادة الرئيس، شكرا لكي ذكرت شارلوك هولمز في مناقشتنا. سؤال سريع موجز موجه للسيد بوسبي، ويسعدني ما استمعت إلى ما تقوم به حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن هذا انعكاس لتغيير الذهنية الخاصة بحكومة الولايات المتحدة صوب المراقبة وحقوق الإنسان والخصوصية. إذا كان هذا هو الحال، أود أن أسأل أنه في خضم هذه التطورات هناك السيد سنودن الذي أشار إليه الرئيس أوباما بأنه خائن، هل تغير الموقف وتغيير النبرة صوب سنودن كقضية، وأنا أتحدث عن سنودن كفرد، ما الذي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية أن تفعله مع سنودن؟ اسمي جيمي شولتز، وكنت عضوا في البرلمان الألماني حتى يوم الثلاثاء الماضي، وكنت عضوا في لجنة شؤون الإنترنت، وإنني أهتم بهذه القضية. إن عملية المراقبة ليست جديدة، ولكن السؤال هل يقوم الآخرون بذلك أم لا؟ هذا حقيقي. هل الأمر يحسن؟ هل هذا يحسن من الأمر؟ لا يوجد أي عذر. السؤال إلى جوجل، قلتم أنكم لا تعطون نفاذا مباشرا، وكما قالت كيث ألكساندر، نحن لا نجسس على كل أمريكي، هل هناك نفاذ أو ولوج غير مباشر؟ لأن كنتم تتحدثون عن التنصت المباشر. السؤال موجه إلى جوجل، ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك إرهابيين محتملين الذين يقومون بالتشفير، هل تعتقد أنني أنا إرهابي محتمل؟ وقلتم أيضا أن بعض البلدان تستفيد من الوضع، هل هذا ينسحب على ألمانيا؟ لأني أقول إن هذا زلزال في علاقتنا، الأصدقاء لا يقومون بهذا مع بعضهم البعض. وقلتم أيضا أنكم تأخذون توصيات، سأعطيكم شيء قد لا يكون توصية، توقفوا عن المراقبة الآن. أأتي إلى النقطة، علينا أن نأخذ ثلاث خطوات. أتوقع وأعتقد أننا نحتاج إلى شفافية كاملة، والتي تعني أنكم يجب أن تقولون لنا كل شيء، وكل شخص منفتح على هذه القضية. ثانيا، ما نحتاجه هو عقود دولية بألا يتنصت الأصدقاء على الأصدقاء. ثالثا، الخطوة الثالثة، تشفير كل تواصلنا حتى لا تنجح المراقبة. وشكرا جزيلا، شكرا جزيلا. إيفتر سيتل من الوفد أو الحكومة البرازيلية، أعتقد أننا نتعامل مع موقف يحتاج إلى وضوح، بمعنى ما الذي ينبغي أن نتشدى إليه في المستقبل حتى نتجنب حدوثه مرة أخرى.
إن المراقبة الشاملة غير المسبوقة، وأيضا المراقبة غير المشروعة وغير مرخص بها للتواصل لملايين من المواطنين في جميع أنحاء العالم من جانب وكالة استخبارية لبلد واحد قد كشف النقاب عن شيء. أولا أنني أتفق أننا يكشف على أننا ليست لدينا الفجوة التكنولوجية، هذا سؤال سياسي وأخلاقي، لدينا فجوة تشريعية، لأن السبيل الوحيد لتجنب حدوث هذا مرة أخرى إذا ما اتفقنا على مجموعة من المعايير والمبادئ والإطار التشريعي الذي من ناحية يقر بعمليات الشرعية للنهج أصحاب المصلحة المتعددين، ومن ناحية أخرى يخلق أو يوجد أساسا أخلاقيا يمنع لأي شخص أن يقوم بالمستقبل بإلحاق الضرر بحقوق الإنسان والخصوصية استنادا إلى أي حق، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني. إن هذه الحجة لن تستطيع أن تستمر، نظرا لأنه من الصعوبة بمكان أن نتوقع موقف أن يكون هناك مواطن أو شركة برازيلية يقوم بالتعرض لانتهاك خصوصياته. هل هذا يتم باسم الأمن الوطني؟ وهل هذا يعني أن هناك شك من ملايين من المواطنين البرازيليين والشركات والسلطات البرازيلية إلى حد ما تنخرط ومتورطة بالإرهاب أو أي نشاط آخر يمكن أن يلحق الضرر بالأمن الوطني لأي بلدان أخرى؟ وأنا كخادم عام برازيلي هذه الأسئلة لا نزال ننتظر إجابات عنها، وأيضا علينا أن نمضي قدما لإيجاد رؤية جديدة كل أصحاب المصلحة المتعددين، وأن نفكر بعمق كيف يمكن أن نتفق على أقل حد من المبادئ والقواعد التي ستصبح المعيار والعرف الذي ينبغي أن نراعيه في المستقبل حتى لا يكرر الموقف نفسه مرة أخرى. شكرا جزيلا. إنني الآن سأطلب وأستمحيكم عذرا لبضع دقائق نظرا لما قالوا أفرتون، أطلب من المعقب ناجي ونريد أن نستمع منه لأنه متخصص بحقوق مستخدمي الإنترنت. شكرا للمحاور والرئيس. أنا محامي في تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم فإجابتي ستنحصر في الجوانب القانونية. أعتقد أن ينبغي أن نواصل المناقشات، إن الموضوع ليس مقبول أو غير مقبول، ولكن كيف يمكن أن نجعل من الإنترنت حرة ومتاحة بالرغم من قضايا المراقبة وأنشطة المراقبة. أحد الجوانب أو قضية التي توجد التوازن بين حق الأمن وحق وأيضا حقوق الخصوصية وحرية التعبير. إذن لكي تكون مجموعة من المعايير والمبادئ والقواعد المقبولة عالميا التي توازن بين هذه المبادئ والحقوق، لأنه بالرغم من أن حقوق الإنسان ينظر إليها ومقبولة كحقوق عالمية، ولكن تطبيقات حقوق الإنسان تختلف من مكان إلى آخر، وأيضا قضايا التهديد للأمن الوطني تختلف أيضا من بلد إلى آخر. السؤال حرية التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أهم هذه الحقوق، وأيضا يتم حمايتها على بقيد التعديل الأول، ولكن الخصوصية
من غير الواضح إذا كانت تحظى بالحماية قيد الدستور الأمريكي، بالرغم من أنه لا يوجد نصوص مكتوبة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية، والحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية على النقيض في البلدان الأوروبية الخصوصية هي الأهم، وهناك أيضا مجموعة من الحدود والقيود لتطبيقات حقوق حرية التعبير، ونحن نعرف أيضا أن هناك هوامش لعملية التقدير لتطبيق حرية التعبير في البلدان الأوروبية. في أشياء الخصوصية وحرية التعبير يبدو أنها ليست من الحقوق القوية ولا تحظى بالحماية القوية. الحكومات في أوروبا تولي، على سبيل المثال إندونيسيا، تعطي اهتماما للأمن أكثر من حرية التعبير. البعض يقول أن حرية الخصوصية لها قواعد ثقافية في أشياء مثل إندونيسيا، أما فيما يتصل ب أو على إلا أن الرقابة أو الديمقراطية حول أنشطة المراقبة، وأعتقد أن البرلمان يخول هذا للتأكد من أن الرقابة والمراقبة التكنولوجيا لا يتم سوء استخدامها من قبل الحكومات. Some frontiers finfish a surveillance technology provided by United Kingdom company named Gamma Group International is misused to monitor journalists, bloggers and activists in this country. There is also a report that Malaysia used such surveillance technology to monitor the activities of opposition parties prior to the general election last year. And Indonesia just signed the contract with Gamma Group International on September this year, and we should make sure that Indonesian government don't use the surveillance technology to monitor the opposition activities on the election next year. Thank you. For our next speakers who are there queuing, just a few ideas that you could think of. One is this question of balancing act, and we just heard that balancing act is not the same in Europe, Asia, United States and other places between security and privacy. Second point, we have the rules on privacy protection in International Covenant on Civil and Political Rights. And as Everton indicated, there is a question how to apply it. What are the mechanisms? One more point, please. How we can make the next step. Therefore, while you are waiting in the queues, think about these two issues. Balancing act in different regions and how we can move from applying these general rules to the problem that exists. Thank you. Thank you, Juan. My name is Raul Echeverria. I'm the CEO of LACNIC. I think that some consensus seems to be emerging from the discussion. One thing is that it seems that all of us agree that massive surveillance is something bad. And it is something that should not be done, no matter who does it and no matter what are the motivations for doing it. And there is also a kind of consensus that some kind of investigations should be permitted using technology, but that this kind of use of technology should be done based on the respect of human rights and giving the due process guarantee to everybody. And I have heard many people speaking, using almost the same words about principles, and that any use of technologies for this kind of purpose should be done in the framework of certain principles. And so here is my question for all the panelists, because it seems that the speech of the representative of the Swedish government was very interesting, and it seems to me that they are
applying this concept. So my question for all the panelists is, could be what the Swedish government is doing a basis for continue developing this concept and trying to get a solution in the future. I'm not expecting to have a full agreement today about the principles, but probably we can get a sound of a kind of common view in this session about that this is the path forward. Thank you. Thank you. My name is Matthew Shears with the Center for Democracy and Technology. Just a couple of quick comments back on what we've heard so far. Let's not trivialize this discussion. I've heard others are worse. NSA envy, alleged hypocrisy. When we use the sentence, others are worse, that's no justification for our own surveillance, mass surveillance. When we say NSA envy, that's pretty serious stuff, because there are countries out there who are exactly saying that. This is not a joke. And it is hypocrisy. It's not alleged. So let's be clear on this. Second, thank you to the representative from the government of Sweden for saying there is no balancing act. We've waited a long time for someone to say there is no balancing act. Respecting human rights increases security. Diminishing human rights diminishes security. Three, Frank LaRue, to paraphrase him, I'm sure very poorly, says that mass surveillance not only makes a mockery of human rights, but threatens the very foundations of our societies and the rule of law. Let's remember that. It's very important. And finally, I don't know about everybody else here, but I have not lost my trust in the Internet. Let's stop saying that. I've lost my trust in the institutions that use the Internet for the purposes of undermining my fundamental rights. Thank you. Good morning, Pinder Wong from Hong Kong. As you know, Hong Kong has been where Snowden chose to make his revelations. My question really, also, question is about forgiveness, partly because as a long-time internet participant, I think it's what's been demonstrated is spying on an open network or surveillance on a network are low-hanging fruit. We really shouldn't be surprised. What we are surprised on about is the scale. And so I'll echo what Jimmy Schultz's intervention in terms of full disclosure. I think so. Those of us who have kids have known that kids make mistakes. And although the internet is in its adolescence, looking forward, clearly there's been a mistake that has been made. So a starting point really is that full disclosure. It may be naive to ask it. I'm not saying who discloses to whom, but it is a basis of recognizing that you've made a mistake, coming clean, and then going forward. But what is that going forward? What is that vision? I don't agree with the previous intervention by the CDT guy. There is no balancing act. It is to have a very clear vision of the future that we wish to build. And I think I would suggest that whilst there is a temptation to fall within our national boundaries, to go back to what I would call a pre-internet era, let's not forget the opportunity before us, the opportunity to really build trade. And let us view things in positive terms. The next 1.5 billion people perhaps will be coming on the internet through their mobile phones, making payment over the mobile, over that mobile network. And so let's not also look at the issue of routing money over the internet. So trade, money, these are all very important issues, and those issues, if we have a vision of our future, we can, I would hope, find forgiveness, because I'm not surprised of the surveillance, I'm surprised about the scale. But let's find mechanisms to reestablish trust, and let's look at how we can do so through the old 70s concept, peace through trade. Thank you. Just a quick correction to the scribes. Please correct in the final version. The name of the gentleman who just spoke is Pindar Wong. Thank you.
Mike Gerstein from the Community Informatics Network. I'm from Canada. It's a global network. About a month ago, I wrote a blog post arguing that, or pointing out that the Internet was in fact a two-way system, and that the National Security Agency, while drawing information from the Internet, was also fully capable of putting information into the Internet and having significant impacts in many of the places, if not most of the places, where it was drawing information from. In the meantime, we've had confirmation of that, two direct confirmation, one being the fact that Mr. Cheney's heart pacer was made hacker-proof because of fears that using the Internet it was possible to interfere with his pacemaker and assassinate him in that way. That came out recently. The second was the use of the Internet and Internet surveillance as a direct input into the drone wars that's being conducted in various parts of the world as guidance systems and as direction systems for these drone wars. I guess my observation, it's not really a question, is that I think we're dealing with something far more serious than simply surveillance. I think we're dealing with the potential for the active intervention in spurious and potentially dangerous ways into whatever elements of the Internet that we use for whatever purposes and that we choose to in our daily lives, including our banking, our health records, our internal organizational communications, our financial communications, and so on and so forth, so that whatever response that's developed into the issues of surveillance also have to take into account the issues of aggressive and offensive actions by those who are in a position to undertake this kind of surveillance. Thank you. And the speaker's name was Michael Gerstein, G-U-R-S-T-E-I-N. Thank you. Good morning. My name is Walter Natwis. I'm here on behalf of NLIGF and reporting back from some sessions we had which are relevant to this discussion. I think one of the main things that came up in the two panels we did is that Internet is becoming more and more a part of our lives, and then isn't it time to start acting towards the Internet as if it is normal and not something which is far away from us and unseeable. So in other words, if that is true, then what goes on in regular life also goes for Internet life. So that would mean that there's a triangle of economic development on one side, and the other side there's security, and the other last part is freedom. So in other words, if you treat it like that, then economic development becomes possible and the Internet becomes safer, because there are so many best practices we heard of that it's about time that we stop talking and start to act upon those best practices. And I won't call them here which ones they are, but they're in the transcripts. And we really heard some excellent ones. And some things that really came forward is that if governments want the Internet to be safer, then start showing leadership through showing the best practice. So we did a headcount saying who actually orders software off the shelf, or who says, I wanted to have this, or these qualities before you can sell it to me. And only the commercial parties showed their hands saying, we're doing these sort of demands on software, and all the governments were looking, what are we talking about? So in other words, if you want leadership on security for the Internet, then start showing it yourself by demanding security before you buy something from the Internet. And the last comment I would like to make is that we try to envision how large the table should be if you want to have all parties discussing Internet governance. And we probably have a table as long as this hall up and down, and still not enough. And about 50% of the people won't know each other, and still they're responsible for making the same products. So how do you get these sort of people at the table? Maybe never. But said, let's start with software developers, because they're hardly here in the IGF discussion. They're hardly ever there. So governments, you could show leadership in security by bringing the right people to the room in your country, or regionally, or internationally.
and start discussing security with the right people, because that's the only way to make the internet more secure. And that was one of the comments made by the IETF, which I think made some excellent comments during this IGF, and I was very happy to hear them. So thank you. Thank you for the last two presentations. The broader context for this issue and the importance of this issue of surveillance also for individuals and the way they use the internet. Now we have the next speaker over there. Good morning. My name is John LaPerise. I'm a professor at Northwestern University. As a scholar and a historian, I'm really surprised that so many states are so surprised by the scope of the NSA surveillance. And I'd just like to offer to those states that perhaps you'd better take a better look at your intelligence gathering entities in your own countries, because they're either demonstrating incompetence in terms of not seeing the history of intelligence gathering, or they know about it and are not saying anything, in which case they're guilty of collusion. Either way, you have a few problems to remedy in your own countries for your own intelligence organizations. Thank you. Thank you. What, nothing new under the sun? Thank you. My name is Norbert Bolo, speaking in personal capacity right now as a human being who cares about my human rights. I start by echoing some remarks that have been made. We should not try to balance human rights and security. We need security that protects our human rights, our ability to fully experience our human rights. We already have a good set of international human rights standards. What we need is the ability to effectively enforce them. This requires, as it has been said, full transparency. And I think it requires an international treaty of sorts to deal with these widespread trans-border human rights violations that we have experienced. And perhaps most importantly, we need to get serious about looking at the technical side of metadata encryption. This is much more difficult technically than encrypting communications content. I am absolutely convinced it can be done, but it requires a fundamental rethinking of the architecture that we use for communicating via the internet. So I propose the creation of a dynamic coalition of metadata privacy protection. Thank you. Thank you. We have last two comments, and then we'll pass the floor to the panelists. And last three comments, I'm sorry. My name is Malcolm Hutty. I work for the London Internet Exchange, and my comments are informed by this, but I'm speaking entirely on my own behalf. I think that we've heard a great deal of cant about the surveillance issue. It is plainly, and always has been, the proper purpose of intelligence agencies to gather information about foreign countries and their activities, and so far as they affect the essential national interest, and the proper business of security services to identify and do something about those that would cause us harm. What has changed, however, is that it is now being said that these proper purposes can only be pursued if the intelligence and security agencies know essentially everything about everyone. This has never been the previous approach of anything except totalitarian societies. And if the heads of intelligence and security services cannot be persuaded that their mission can be pursued in other fashion, I hope that the political leaders will understand that the reaction that is being got around the world here shows that it's worth more than the beliefs of the appropriate way to pursue their mission on the part of those authorities. It is undermining our friends and allies. Secondly, and finally, the activities that work to undermine the protective security mechanisms, in particular undermining fundamental encryption standards, do not merely help the intelligence and security agencies identify those that would do us harm, but generally advance the interests of those who would penetrate information systems
and undermine those who would protect them. Fundamentally, this is a poor trade-off for the national security interest. I would urge you to consider the consequences to business, as well as to citizens, of making flaws generally available, as they are becoming generally available, to those that would penetrate information systems, whether they be state or non-state actors. This is an own goal. Thank you for your attention. Good. Sir. Thank you. My name is Pranish Prakash. I work with the Center for Internet and Society in India and with the Yale Information Society Project. While issues of human rights, privacy, and surveillance will be dealt with at the national level, and there are some indications that in some cases they are being dealt and reforms are will be attempted at least, we need to agree that privacy is a right that belongs not just to the citizens of one country or another, but no one country should be able to deny me the right of being human, that privacy is indeed a human right, and not and a country can't escape its international human rights obligations by saying that we are safeguarding the privacy of our own citizens and only our own citizens. Second point I want to make is that mass surveillance at the level of internet infrastructure and architecture, as is being done by countries like our friends in the West and India, are contrary to the UDHR and ICCPR, and its non-targeted, non-proportionate, non-reasonable nature makes it an arbitrary or unlawful interference in the enjoyment of privacy. That this is contained in itself in هذا يوجد إذن في حقوق الإنسان وهذا بالطبع أن عملية الرقابة كما نرى اليوم تؤثر وبصفة خاصة على مستوى الإنترنت وبنية التحتية هذا ليس بالقانوني وشكرا شكرا جزيلا اسمي جورياني وأنا من إندونيسيا أثناء الأيام الأخيرة لقد استمعنا إلى الكثير من التحديات التي تشير إليها إذن أصحاب الفهم مختلف في مجال الإنترنت ولكن نحن كذلك أتينا بوجوة مشتركة أن الثقة والتعاون أمور هامة لابد أن نتناولها ولقد عندنا مشكلة الثقة هنا ولكن نستطيع أن نتوقف عند هذا ومن ثم نحن في حاجة للتفكير ما المنتدى كربما أحد المنتديات التي تشتمل على كثير من الأطراف متعددة الأطراف عالمية فنحن في حاجة إلى التفكير ما يمكن لها أن تعرضه في المستقبل وما يمكن أن تقوم به في المستقبل في قيادة الدور وضع الأسس التي يوفق عليها جميع الأطراف لأن في هذا المنتدى متعدد الأطراف ومنتدى أصحاب مطرح المصلحة وأطراف فعل مختلفة الأمر ليس فقط تقول لآخرين ماذا يجب عليهم أن يفعلوا ولكن يجب أن تفهم هي المصالح الأخرى ومن ثم يجب على IGF أن تكون جسرا لجميع الأطراف حتى يستطيع أن يفهموا بعضهم البعض أندرس بوروا وأتي من فنزويلا جزء من برنامج السفر الإنترنت أو ISOC Ambassadors Program وبلادي بطبع صينة وبطالة لا يجب تحس حقوق الإنسان إذا كان هناك مشاكل وتحديات كما تذكر هنا فليس هناك منطقة مميز إذا كانت كبيرة أو صغيرة وإذا كان أونلاين أوفلاين ولكن أود أن أتحدث عن بعض الموضوع التي تحدثنا عنه في IGF من ناحية أن الدول الصغرى لا تتقدم ومشاكلها لا تعقب عليها كثيرا من المحزن عندما تدافع الحكومات أنا دافع بأن تقد تستهدف الأجانب كما أنهم ليسوا كذلك أصحاب حقوق الإنسان وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأنا كذلك
يسعدني أن أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية عندها أجندة للحرية في العالم هي التي تقوم بهذا الانتقال بصفقة مستمرة، فيجب على الدول الأخرى أن تمضي قدما من طرز كلام التغيير السياسي. فعملية المراقبة على مستوى كبيرة ليس فقط تقوم بها الحكومات الكبرى ولكن الصغرى كذلك، وفي حال تأثير حكومات عادة درجة التحكم هي أضعف من الحالات السيرة مثلا التي نقوم بمناقشتها. ومن ثم سيكون من المفيد أكثر لدول مثل بلادي أن تعرف ماذا يحدث في بلادنا، لأن أغلب هذه التكنولوجيا لا تأتي من صناعتنا ولا من صناعتنا تكنولوجيا، ولكن تأتي من الدول ذات قطاعات تكنولوجيا مع اتصالات قوية. ومن ثم من أجل الشفافية فهؤلاء الخبراء سيساعدوا الناشطين مثلي. أنا لست محامي لكن أنا ناشط بخلفية معلومات، ومن الواضح لي أن عملية الرقابة الكبرى لابد أن يتم تعمل كعملية خرق لحقوق الإنسان، وأرجو أن نتعلم استخدام التشفير لحماية نفسنا، وأرجو أن في الأجيال القادمة والاجتماعات القادمة سنستطيع أن نرى أكثر من مفاتيح البي دي بي و البي جي بي وعلى الكرت المعرفي كيف نستطيع أن نتعامل. وشكرا. شكرا. سننتقل إلى المشاركة أونلاين عن بعد. سبت أن هناك سؤال مطروح من تويتر يتحدث عن ماذا يمكن الحكومات تفعله، وسؤال لنفس مجموعة الأخلاقيات والثقة وهذه للحكومات السويد كممثل لأوروبا فيما يخص قضية سنودن الشخصية الذي قام به خدمة كبيرة للعالم عن توفير معلومات. هل الدول الأوروبية تعتبرهم أن يكون إذا مخبرا يجب حمايته، أم هو خائن لا يجب أن يتحصل على الحماية؟ هل الدولة الأوروبية أي دولة عضو في مجلس أوروبا ستكون مستعدة لإعطاء سنودن ملجأ أن تكون ملجأ أمن له؟ شكرا. أعتقد أننا سنقوم بالإجاز بجوفان، ثم سنعطي الكلمة للمحاضرين للإجابة على بعض الأسئلة التي استمعنا عليها جوفان. أعتقد أن كان هناك مستوى عالي من الاهتمام على مشاكل مختلفة التي تحدث، وهو بعض النقاط هناك اتفاق على جدية المشكلة، وأعتقد أن ذكر هذا جميع التعقيبات، وهناك كذلك قصة الثقة الرئيسية كعنصر أساسي لنجاح الإنترنت في المستقبل. النقطة الثانية أعتقد أننا اتفقنا على أن هناك قواعد قائمة في القانون الدولي التي تغطي هذه القضايا، ومن ثم هناك المادة 75 من المواثيق الدولية لحقوق السياسية والاجتماعية تقول أن يمكن أي شخص أن يتعرض إلى تدخل عشوائي وغير قانوني لحمايته، فهذا قائم في القانون الدولي، ولكن القانون الدولي شيء لا يسهل تطبيقه. ونعتقد النقطة الطريقة التي أثرها بعض التعقيبات من برتلة وإفرتون كيف يمكن تطبيق القانون الدولي وما هي الإجراءات، وهنا الكلمة الأساسية كانت عملية إدخال إذن مراجعات واتزانات حتى وشفية كاملة واستخدام القواعد المناسبة ومراعاة قواعد القانون، وأن توجد إذن عملية الاتحاد لذلك ما ذكر الانقسام المؤسسي كما ذكر جوهان بين مختلف الأطراف في هذا المجال، وذكر بعض البعض آليات اختار يجب تدخل فيها في الانية الدولية او يجب ادخلها في المراجعة الدولية لعمل مجلس حقوق الانسان. نتحدث عن تطبيق النقاط المختلفة، هناك بعض الفروق حول امكانات ايجاد اذن
التزام ونحن لابد أن نعمل ولابد أن نستهدف هدف لمكاسب الجميع عن طريق المدينة الأمنة، ولكن لابد أن نكون مستعدين لإيجاد بعض الاتزان لأن هذا حقيقي. We are waiting for the... ما هي الخطوات التالية؟ نحن في انتظار نتائج عملية المراجعة في الولايات المتحدة، وفي ذات الوقت هناك بعض المبادرات الدولية التي ستستمر حول حماية الخصوصية، ويجب أن نبدأ في استكشاف بعض النماذج الوطنية مثل النموذج السويدي والموازنة بين الحماية وحقوق الإنسان والأمن. يجب البحث عن وسائل لاستمرار المناقشة للتعامل مع هذه القضايا بروح من التآلف. كانت هذه الرسائل الأساسية. هناك نقطة مهمة يجب أن أتصدى لها، وهي المسؤولية، مسؤولية مقدمي التكنولوجيا الذين يجب عليهم أن يضمنوا أن التكنولوجيا لا يساء استخدامها من قبل الحكومات، ويجب أن يكون هناك معالجة قانونية حتى لا يكون الناس ضحية للرقابة المشددة وخاصة الصحفيين. لا بد من استخدام التكنولوجيا لأعمال قانونية وألا يساء استخدامها. شكرا. سأعطي الكلمة للمتحدثين للإجابة عن الأسئلة واحتمال تلخيص المناقشات. الأسئلة كانت موجهة إلى سكوت ما في مجملها. شكرا. لا أدري هل أستطيع أن أجيب عن جميع الأسئلة أم لا. سأبذل كل جهدي. أولا أشكر زملائي المتحدثين والمعقبين، أشكركم جميعا على تعقيباتكم وأسئلتكم. حكومة الولايات المتحدة هنا تنفذ قوانينها، وكانت هناك قيود على السفر بالنسبة للوكالات الأمريكية كلها، نحن في الحقيقة نأخذ هذه القضايا بمنتهى الجدية. نحن سنأخذ أسئلتكم وملاحظاتكم وسنعود إلى قياداتنا الكبرى لنضمن أن هذه الآراء والأسئلة ستؤخذ بعين الاعتبار في الولايات المتحدة. ثانيا بالنسبة لخالد الذي بدأ بإشارة هذه المسألة وتابعته سيدة من الهند عن نقص الجدية في التعامل مع هذه القضية، أعتقد أن الرئيس أوباما وحكومته يأخذون هذه المسائل بجدية. إن الرئيس يقوم بأعمال بالغة الأهمية للحصول على أفضل النصائح للتعامل مع هذه القضايا، وهذه المسألة عندما أتينا إلى هنا كنا نعلم أنها ستكون في صلب مناقشات IGF، وبالتالي فإننا نأخذها بعين الاعتبار الشديد. كذلك بالنسبة لموضوع المراقبة التي أشار إليها بعض المتحدثين، الشفافية والقضايا القانونية والمتعلقة بكافة الأنشطة تؤخذ بعين الاعتبار، وهناك بعض المعلومات التي يسعدنا أن نرسلها إلى من يطلبها. الرئيس أوباما أشار إلى
في كلمتي إلى بعض هذه القضايا. التعقيب من الصين، أرد عليه بأن أطلب من من لديه أي أسئلة عن موقف حقوق الإنسان في الصين وفي الولايات المتحدة أن ينظر في تقارير مستقلة عن حقوق الإنسان وأن يستخلص منها ما يشاء. آخر التقارير كان على فريدم هاوس، لدينا فريدم هاوس هنا وهناك نسخ من التقرير. هذا التقرير مهم جدا بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة، ونحن لا نرفض النقد كحكومة أمريكية. فأرجوكم الرجوع إلى هذا التقرير وإلى استنتاجاته. بالنسبة لممثل إندونيسيا الذي سأل عن السرية الخصوصية في الولايات المتحدة، نحن لدينا دستور قديم في الولايات المتحدة أقدم من معظم الدول، ومفهوم الخصوصية في صلب الدستور. نعم، الدستور يغطي الخصوصية من خلال التفسيرات القانونية من قبل المحكمة العليا، ومفهوم الخصوصية موجود وحق دستوري مكفول. كانت هناك أسئلة متعددة حول UNSA، و أدعوكم إلى ما قال له ما قاله الرئيس حول NSA وهذه الشؤون خاضعة للاستعراض والمراجعة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك فإن الرئيس قال ما يقصد أن يفعله في هذا الشأن، وكون لجنة للمراجعة، واللجنة تقوم بأعمالها. وشكرا، شكرا جزيلا سكوت. الآن ننتقل إلى روس. شكرا جزيلا. أشارك سكوت في ما قاله حول استمتعنا بالاستماع إلى الأسئلة الموجهة إلينا من جميعكم. بالنسبة لسؤال جيمي، أنا أقيمه جيدا. نحن لا، عندما أقول نحن لا نقدم دخولا مباشرة، أقصد الدخول المباشر إلى البنى الأساسية والبنية التحتية، بل يجب أن يكون هناك طلب قانوني من الحكومة. إذن من الممكن للحكومة الأمريكية أن تستخدم البيانات الشخصية. وشكرا على هذا الإيضاح. كان هناك تعقيب أو سؤال من مشارك عن بعد حول ثقة المستخدم، وهذه نقطة كلنا نركز عليها لأنها تقود كل ما نفعله في جوجل، وهذا له علاقة أيضا بموضوع سنودن. وبالنسبة للبنية التحتية وعملية التشفير، موضوع الكلاود أكثر أمنا من غيرها، وخاصة بالنسبة لتصنيف المعلومات الوطنية. البنية التحتية للأمن والتكنولوجيا هي التي تقود أعمالنا كأعضاء في الGNI، وهنا أعمالنا تخضع الشركات والمؤسسات المشاركة للمراجعة والنقد، وهناك استفادة تتحقق من إحصاءات وأعمال جوجل. المجتمع المدني والأعمال التي تتم في كل دولة وفي كل مكتب تعبر
عن قضايا المساءلة وخاصة في الهند وفي دول أخرى. بالنسبة لمداخلة ميسيوز من سي دي تي، نحن شركاء مع سي دي تي في المطالبة بالشفافية في الولايات المتحدة، وأردت أن أوضح نقطة ماثيو أنا أشرت 5 أو 6 مرات في كلمتي إلى أننا لا نوجد تبريرات لما حدث لسنودن، ولكن أقول هذه الأمور تحدث في كل مكان في العالم، وقد كررت ذلك مرارا وتكرارا في كلمتي، وليس من الحكمة أن نركز على برنامج واحد بعينه للرقابة ولا نركز على الجوانب الإيجابية الأخرى. ولذلك أردت التوضيح. أعتقد أنني أجبت عن كافة الأسئلة، وصححوني إن أخطأت. شكرا جزيلا. المتحدث التالي السيد يوهان. شكرا. كان عندي سؤالان تقريبا، الأول عن الأدوات القوية والموارد القوية، هل هي بحاجة إلى تغيير في تشريعاتنا أو قوانيننا؟ الإجابة في بلدي نعم، هناك طريقة جديدة للنظر إلى هذه الجوانب تختلف عما كان عليه من 10 سنوات مضت. في الماضي كانت هناك المناقشات حول الإطار القانوني الصحيح، وهو مجال لم يكن منظما في الماضي، لكن بعد مناقشات طويلة تم إعداد مسودة قانون وتمريره في البرلمان، وتم عرضه على البرلمان وعيد تعديله مرة أخرى. لكن الجوانب المتعلقة بالسرية لم تكن كافية، ففي عام 2009 تم صدور هذا القانون، ولكنه هذا القانون لا يفرق بين أي جنسية، هو القانون يطبق على مواطني السويد وغير المواطنين، وهناك آليات خاصة لحماية الخصوصية أو السرية الشخصية، ومنها أيضا إنشاء محكمة خاصة تأخذ تصدر قراراتها حول ما يتعلق بالمراقبة. هذا القانون تم تحديه من قبل الاتحاد الأوروبي، ونحن نركب بهذا نرحب بقرارات المحكمة الأوروبية والمفوضية الأوروبية حول حقوق الإنسان. كان هناك تعليق على المادة 17 من ICSPR، نعم إنها تطالب باحترام الحياة الخصوصية الشخصية، مع اختلاف الصياغة، و هناك أسباب للإطلاع على المادة 17 لمزيد من الفهم حول تفسيرها بطريقة أفضل. هناك طرق متعددة لذلك، ونحن نعمل في جنيفا وفي نيويورك لإيجاد طرق لأحسن السبل لذلك. كانت هناك ملاحظات حول النموذج السويدي، لا أدري ما هو، لعلها تشير إلى المبادئ الأساسية التي حددتها وزارتنا في الأسبوع الماضي، ومناقشة الطريق إلى الأمام. هذه المبادئ متضمنة في قوانيننا وأطرنا، وأعتقد أنها
تمثل النموذج السويدي. أنا لا أمثل أي دولة أخرى إلا بلدي، ولذلك لا أسمح لنفسي بالتحدث عن الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي حول قضية سنودن، ولكن أستنتج أو أختتم بأن حقوقه كإنسان لا بد من احترامها بصرف النظر عن المسمى الذي يطلق عليه. شكرا يوهان. جوانا، لقد استمعت إلى معظم التعقيبات، هل توجد أي إضافات؟ أود أن أبدي بعض الملاحظات. للمراقبين والحامين لحقوق الإنسان والمدافعين عنها، وأود أن أسأل سكوت من الحكومة الأمريكية أن يعطينا فكرة عن العقوبات التي يتعرض لها مدافعو حقوق الإنسان، و يتعرض بعض المدافعين عن حقوق الإنسان للسجن. أحدهم حكم عليه بالسجن 25 عاما بعد تعذيبه لمدة 3 أعوام. منسترم متهم بتهريب وثائق حكومية أمريكية، وقد تعرض للسجن لمدة 10 سنوات. هناك أيضا الشخص اللي تحدث عن التعذيب في أبو ظبي لأشخاص عراقيين، وتعرض لعقوبة شديدة، وتهم بالخيانة وإفشاء معلومات وطنية سرية للعالم. وهؤلاء الذين دافعون حقوق الإنسان يتهمون بأنهم خونة. شكرا. إيران، أمامنا دقائق قليلة للمعقبين ثم ننتقل إلى السفير أوساكا. شكرا. باختصار شديد، قيل الكثير وليس لدي ما أضيفه إلا كرد فعل للسؤال الذي وضعه مثل لكنك. عن النموذج السويدي، هذا السؤال يعتبر قاعدة جيدة، أو هذا النموذج يعتبر قاعدة جيدة للعمل في المجال الأمني، حيث توجد مناطق أساسية للتركيز وفقا للأمم المتحدة للعمل في هذا الإطار. نحن اقترحنا التوجه إلى أن تكون هناك مجموعة كبيرة من المبادئ، أخذا في الاعتبار العمل الكبير الذي تم في هذا الشأن في سياقات مختلفة، وقد كانت هناك إشارة إلى ECT وإلى المجلس الأوروبي، والنتائج تعتبر محدودة النطاق حتى الآن، ومطلوبها شيء عالمي السمة لكي يحدد كافة المبادئ التي تقودنا في أعمالنا، ويشجع المشاركة في اجتماع البرازيل في العام المقبل. وقد أشرت قبل ذلك إلى سوء الفهم الذي يحدث أحيانا. الرئيسة تهتم بالموضوع بمؤتمر القمة، وتتمنى أن يصدر المؤتمر القرارات اللازمة
التي تتناسب مع حجم أعمالنا. يجب أن نفكر أو نفسر القمة على أنها في خدمة الحكومات، بل هناك عندما نتحدث عن القمة نقول أو نعني أننا لدينا السلطة الكافية لاتخاذ قرارات إصدار قرارات. والرئيسة قالت أنها تنتظر من المجتمع المدني أن يكون ممثلا تمثيلا جيدا على قدم المساواة مع أي جهة أخرى من جهات صنع القرار، ونحن بطبيعة الحال نهدف إلى التوافق في الرأي حول القرارات. رئيسة البلاد ستصدر إعلانا بعد عدة أيام حول الأفكار التي تم تناولها هنا. يجب ألا يساء تفسير تصريحات رئيسة البلاد فيما يتعلق بمؤتمر القمة التي ستستضيفها بلادي، ونحن ندعو الجميع إلى المشاركة في هذه القمة، وسيتم توجيه الدعوات في الأيام القليلة المقبلة. نيك أند وبرتراند، لدينا تعقيب واحد حتى قبل أن نغلق هذه الجلسة. أؤكد مرة أخرى أنه بعد هذه الجلسة من الواضح أن الإجابة على الإفراط في المراقبة يجب ألا يكون تدخلا في السيادة، لكن يجب عدم الإفراط أيضا في المراقبة، بل يجب قياس أو تقييم التأثير الذي يحدث عن مثل هذه الأعمال. شكرا على دعوتي للتحدث. لدينا اتجاهات وطنية مختلفة للمراقبة وحماية سرية الأفراد. يجب مراعاة الفروق والاختلافات الموجودة بين الدول. إن أمريكا اللاتينية تهتم جدا باختراق وانتهاك حقوق الإنسان. في أوروبا كانت هناك فضيحة مماثلة في التسعينات حول الجاسوسية. في هناك الإجراءات الحمائية في السويد. هذه الأمور بحاجة إلى إيضاح أكثر حتى نفهم الاختلافات والفروق وطرق العمل. في جنيفا يجب مناقشة مثل هذه الأمور والتشارك في المعلومات وتحسين الفهم المتبادل. شكرا لك. لدينا زميل آخر وبعدها سيتم تلخيص ما دار في هذه اللجنة. شكرا جزيلا سيد الرئيس على إعطاء الكلمة للمرة الثانية. سأتوخى الإيجاز. أولا أريد أن أوضح أن هذا الصباح ناقشنا بعض القضايا حول المراقبة. الوفد الصيني أشار إلى قضية معروفة جدا، لكن لا أعرف لماذا المتحدث باسم الولايات المتحدة كان حساسا لمداخلتنا. هو غير موجود الآن، لو كان موجودا لكان عليه أن يشرح لنا لماذا هو حساس أمام هذه القضية. ثانيا
موقف حقوق الإنسان في الصين معروف لدى الصينيين. الصينيين لهم الحق في صرح ذلك، ولا يحق لدولة أخرى أن تعلق على حقوق الإنسان في الصين. عمومية الإنترنت في الصين، نحن لدينا 600 مليون شخص يتعاملون مع الإنترنت في الصين، وأكثر هذا أكثر من تعداد سكان الولايات المتحدة. لدينا أكثر من 300 مليون مستخدم للميديا الاجتماعية، وهذا يساوي تعداد الولايات المتحدة. أكثر من 2 مليون شخص يتعاملون مع البلوجز يوميا. الصين تستخدم أو تطبق حرية التعبير بالكامل، ولكن دون انتهاك القواعد أو قواعد السلوك الاجتماعية. ليس من المسموح نشر معلومات تضر بالأمن القومي أو الأمن الوطني، وغير مسموح بنشر الشائعات. وأخيرا وليس بآخر، في كل عام تنشر الولايات المتحدة موقف أو حالة حقوق الإنسان في أكثر من 200 دولة في العالم، وهو يوصي لنا بقراءته، لكنه أغفل أن الحكومة الأمريكية لا تصدر تقريرا عن حقوق الإنسان في بلده، في الولايات المتحدة ذاتها. المكتب السلامات الصيني ينشر تقريرا سنويا على حالة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة. مرحبا بكم في هذا الموقع لدخول هذا الموقع الذي يستند إلى معلومات من الميديا الأوروبية. من المفيد أن نقارن بين الآراء المختلفة حينما نتعرض لحقوق الإنسان. أمامك 20 ثانية. اسمي أليكس من الإنترنت. التسجيل هو يسأل عن التسجيل أونلاين للحصول على بيانات الIGF. والمسجل يحتاج إلى ذكر اسمه وعنوانه وتفاصيل أخرى حتى يحصل على البيانات اللازمة عن هذا المنتدى وهذا الاجتماع. اسمي جون كانس من البرازيل. أتحدث عن تويتر. هناك أقوال كثيرة حول المخابرات الأمريكية، وهذا القرارات التي تتخذ بعاطفية وتتخذ حول سيناريو غير عملي. هذه تؤلمني لأنها تضر بمصالحنا. يجب ألا نتنازل عن أي حق في مقابل الأمن. الحقوق لابد أن تكون مصانعة. نغلق هذه الجلسة إذن بلمسة فنية حول المناقشات. الآن جوفان سيذكرنا ببعض النقاط التي أثيرت هنا والإجابة على بعض الأسئلة التي قرأها ماركس، لأن الجلسة كانت مصممة لذلك. هذه الجلسة تقصد بناء الجسور عبر المناقشات، وما يقوله الناس أنهم لا يجدون الأجوبة الكافية. والحقيقة كنا نتوقع الحصول على مزيد من الإجابات، إلا أن المناقشات بدأت حول بناء الجسور. وفي اجتماعاتنا المقبلة سيكون أحدها في البرازيل،
وسيكون موقعا للاتفاق على المبادئ العامة، وعلينا جميعا أن نتأكد من الالتزام بالمبادئ العامة التي توجد لدينا. متابع التويتر مع احترامي له، كانت هناك إجابات كثيرة للأسئلة، وهناك اتفاق على القواعد الدولية التي تغطي هذه القرارات، وهناك المراجعات والتوازنات التي أشار إليها البعض. أنا مستريح جدا إلى التقدم المحرز في مناقشاتنا، لقد أحرزنا تقدما أكثر مما كان متوقعا قبل بداية هذه الجلسة، و لا يوجد علاج سريع لكافة الجوانب المتعلقة بالأعمال وبالأخلاقيات وبالخصوصية وغيرها، لا يوجد علاج سريع لهذا، لكن هناك فرصة أمام التشاور العام. لقد أجبنا على كثير من هذه الأسئلة، هناك أسئلة كثيرة متبقية، وسوف تكون هناك مناقشة طريفة. هناك مقولة تقول لا تثير المشاكل أو لا تثير المتاعب، وهناك ملاحظة أن جميع المتحدثين كانوا مصرين على القيام بعمل مفيد للبشرية وللإنترنت، وإلى تجنب مواقف مثل موقف NSA، حالة NSA، و هناك هذه فرصة يجب أن نغتنمها. هناك أطراف قليلين في العالم يتوجهون نحو الأعمال الإبداعية القوية التي تمكن من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا، وشكرا. اسمح لي أن أضيف كلمة سريعة، المناقشة أيضا كانت طريفة للغاية. هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الحساسة على قمة جدول لأعمالنا، وله قيمته وله أهميته. هذه المناقشة يجب أن تتم دائما بين الأطراف المتعددة، الأمر لكم سيد الرئيس لاختتام هذه الجلسة. شكرا لماركوس، شكرا للسيدة دينا على تيسير هذه المناقشة المفتوحة التي ركزت على دور الأمن والمراقبة والسرية والخصوصية الشخصية. نحن نثمن هذه الجلسة ونعتبرها من جلسات القمة في IGF 2013، وبما كان فيها من أفكار. المداخلات الإندونيسية كان لها أيضا تأثير إيجابي على الإنترنت، ولكن كانت هناك بعض الشواغل حول إمكانية النفاذ للحصول على معلومات ووجود محتوى سيء على أونلاين، وبعض وجود بعض الصور أو المواد غير المنافعة للأخلاق أو الجنسية وإدخالها على المواقع الإسلامية. وفي ذات الوقت تعرضنا لعملية التنصت، وهناك نصوص قانونية تمنع التنصت، وهذه أول مشاركة لي في IGF، فلننتظر إلى مؤتمرنا عام 2014 لنتواصل أعمالنا. واستمتعت بالمشاركة معكم بهذه الروح العائلية.
وبهذا أعلن اختتام هذه الجلسة، وأشكر الميسرة كما أشكر المتحدثين وكافة المشاركين على مناقشاتهم القيمة. أرجو أن تستمتعوا بالإقامة في بالي في إندونيسيا، وبالنسبة لأولئك الذين سيسافرون قبل حفل الاختتام أتمنى لهم رحلة سعيدة. نقول لهم مع السلامة، واسمحوا لي أن نصفق لجميع المتحدثين والميسرة. أعطي الكلمة للسيد.